مساء الخير على كل هو وكل هنا بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد من ايام هو هنا. عندنا النهارده فقرات كتيره جدا هنقولها لحضراتكم، لكن خلوني في البدايه ارحب بزمايلي مروه وديما. اخباركم ايه؟ ازيك يا نرمين؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. وانا طبعا برحب بكل اللي بيشوفونا على شاشه قناه المحور. حلقه جديده ان شاء الله تعجبكم. ازيك يا ميرو؟ طبعا في البدايه بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقاتنا في هو هنا. والنهارده مواضيعنا هتكون مختلفه، وطبعا بنبدا كلامنا بان احنا بنمر طبعا باحداث مهمه جدا جدا في الفتره الحاليه، وهي الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات الرئاسيه. طبعا كلنا بنتابع جهود كبيره جدا جدا من كل تقريبا المؤسسات لتقديم كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه والمرشحين الفتره الحاليه للرئاسه، وخلاص باقي فتره قليله جدا جدا بتفصلنا يعني عن انطلاقها. وطبعا دي بتمثل حاجه كبيره جدا جدا طبعا لكل الشعب المصري، واحنا طبعا بنشهد للمراه تقدم تحضر بشكل كبير جدا في الفتره دي، وبعد ما بقت عنصر فعال في كل الحاجات اللي احنا بنمر بيها، وخصوصا كمان في المشاركات الانتخابيه. طبعا يا مروه يعني احنا شايفين دور المراه، ويمكن اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن اهميه مشاركه المراه واهميه وعي زيادة الوعي عندها، وان هي دايما حريصة ان هي تكون بتوعي اسرتها والناس اللي حواليها. يمكن كمان في الفترة الاخيرة شفنا قد ايه دورها واضح وملموس. شايفين ايه؟ بصي انا عايزة اقولك على حاجة، ان المرأة المصرية كمان دورها مش جوه مصر بس، لا خلينا نقول ان المرأة المصرية ليها دور كبير جدا كمان في العملية الانتخابية بره مصر، يعني خارج البلاد في الدول الاوروبيه. يعني بنشوف ان هي بتحس المواطنين اللي هم المصريين طبعا اللي زيها، اسرتها عائلتها، بتوعيهم، بتعرف الناس بالمرشحين. طبعا طبعا احنا معانا اعتقد تليفون دلوقتي من العاصمه الايطاليه روما، ومعانا على التليفون استاذه رحاب عبد المنعم وهي ناشطه نسائيه في روما. يا استاذه رحاب اهلا بحضرتك. يعني احنا في مرحله مهمه جدا ومرحله حاسمه، وخلينا اقول ان احنا داخلين على عمليه انتخابيه، وعندكم بره في مصر انا عارفه ان حضرتك عامله مجهود حلو جدا، فخليني اعرف من حضرتك في البدايه بتستعدوا ازاي، يعني بيتم الاستعداد ازاي من قبل المصريين المقيمين بروما في العمليه الانتخابيه؟ والله احنا بالنسبه لنا هنا بيبقى يعني زي عرس انتخابي. بنستعمل كل الوسائل اللي بيكون فيها تجمعات عشان نقدر ان احنا نجمع اكبر عدد من المصريين، واكيد هم طبعا مهتمين بالموضوع يعني، لكن برضو بنحاول ان احنا نوصل لهم بطريق غير مباشر، ونجمع اكبر عدد عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق المراكز الإسلامية والكنائس والأماكن التجمعات المصريين. وبصراحة احنا بنلاقي إقبال شديد منهم، يعني طبعا دي حاجة كله بيهتم بيها، كل المصريين بيهتموا بيها. احنا حتى في كمغتربين بيبقى عندنا اهتمام أكتر من اللي جوه البلد كمان حقيقي، يعني بنحس بالموضوع ده جدا. طيب انا شايفه الصور كلها مصريين وكمان سيدات، وصفي لي كده لاي مدى الست المصريه بتكون حريصه على المشاركه الانتخابيه خارج مصر؟ طبعا السيده المصريه خارج مصر ليها دور كبير جدا جدا، يعني هي ممكن يكون هي الاساس في الموضوع، لان هي اللي بتنبه ولادها كشباب، بتاخد الاسره معاها، بتبين لهم أهمية الموضوع بالنسبة بتحس طبعا بالروح الوطنية بعد مثلا ما ياخدوا صور هي وولادها وأصدقائها خارج مصر، فدي بتبقى ليها طعم تاني. أكيد أكيد. عايز أعرف من حضرتك إيه أنواع التوعية اللي استخدمتوها علشان توعوا المصريين بأهمية الانتخابات، أهمية إن هم يدوا بصوتهم؟ والله إحنا دايما بنحسس الناس ان موضوع الانتخابات ده رغم الصعوبات اللي بنمر بيها دلوقتي، انما هي حاجه مهمه جدا جدا، واحنا عندنا ثقه بان الامور هتتحسن للافضل مهما كان فيها من صعوبه، مهما كان فيها من مخاطر. فده لازم ان احنا نوصله للناس بشكل مفهوم جدا علشان يقدروا يشاركوا في الموضوع دوت. يعني انا طبعا بشكرك كامراه مصريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا بجد على المجهود اللي انتم بتعملوه كسيده او كست مصريه
في التوعيه. بشكرك استاذه رحاب عبد المنعم ناشطه نسائيه في روما، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نقول ان الست المصريه هي بتقدر تعمل كل حاجه، يعني حتى بصوا بره ويمكن شفنا كمان الصور، هم كلهم سيدات وهي بيجتمعوا، يعني مش مثلا بيجتمعوا عشان يخرجوا، لا هم كمان بيجتمعوا كمان عشان يعملوا حاجه مفيده. عايزه اقول لك كمان انها بتحس بدورها هناك اكتر، لان هي اللي بتحمل اسم مصر. يمكن هناك مش كلهم مصريين، هنا بتشوفي مصريين كتير بينزلوا ومش عارفه مين، لكن هناك هي بتحس ان هي لوحدها، فبتوعي الناس اللي حواليها وليها دور مهم جدا، سواء جيرانها سواء اصدقائها سواء في التليفون سواء بتاخد ولادها مثلا وهم بينتخبوا، فكده بتحس بالوطنيه اكتر. دي حقيقه. واعتقد ان احنا بره كمان، يعني انا قبل كده شفت فيديوز بيشغلوا اغاني وطنيه بجد، الواحد يعني حتى مفتقدين العيشه هنا في مصر، فتلاقيهم عايزين يحسوا بده هناك. يعني انا هنا كمان انا في فتره الانتخابات انا ببقى مبسوطه، عارفين ليه؟ مصر. يعني ايه الاغاني الوطنيه اللي شغاله حتى في اللجان، الاعلام اللي مرفوعه، الست المصريه اللي هي واخده ابنها الصغير، هو مش رايح ينتخب لان هو صغير معهوش لسه بطاقه، بس واخداه في ايديها ورافع علم مصر. كل دي بجد مشاهد مفرحه جدا جدا جدا، يخليني بجد ان انا فخوره اني اكون بجد يعني امراه وسيده بجد مصريه. احنا اكيد هنكمل، هنلف بقى في يعني هنلف شويه في الدول، لانه اكيد في كل دوله في حد بيمثلها. تليفون جاهز ولا لسه؟ تليفون جاهز. طيب احنا دلوقتي معانا تليفون، مكملين جولتنا في ايطاليا. الحقيقه برضو للست المصريه هيكون ليها دور فعال هنا في العمليه الانتخابيه. هيكون معانا على التليفون ولاء عبد اللطيف، عضو لجنه المراه بجاليه العالم العربي في ايطاليا. الو. الو، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا انا بحييكي في البدايه وبرحب بحضرتك. عايز اسالك ازاي بتستعدوا للانتخابات الرئاسيه للمصريين في ايطاليا؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا استعدادنا للانتخابات باديه من بدري شويه، من ساعه ما بدانا نحس ان هو اولا نفسينا و يعني صحافنا واعضاء الرجال هنا هو المصريه، سيدات ورجال، طبعا من خلال صفحات السوشيال ميديا على عمل توكيلات للمرشحين للرئاسه. دايما كنا بننزل بوستات تحفيزيه ليهم ان احنا بنحفزهم ان هم ما يكسلوش، طبعا انت عارفه ان طبعا من جميع انحاء روما ممكن يكون المشوار بعيد شويه للسفاره، بس طبعا احنا ما كناش يعني كنا دايما تشجيع وكل حد يروح يعمل توكيل بنتواصل معاه وبننزل له صوره على السوشيال ميديا من خلال احنا عندنا، انا مسؤوله صفحه راديو العرب في ايطاليا. فطبعا لما الاصدقاء واصدقاء الاصدقاء لما بنشوف بعضنا بقى رايحين نعمل توكيلات وبنتصور بالعالم، ويعني حاجه بتفرح وكلنا بقى بنشجع بعضنا، فروحنا يعني كم كبير جدا من المصريين. هو صور الحقيقه معبره جدا، يعني بتحسوا بالاجواء دي، بتحسسكم قوي بروح الوطنيه. جميله جميله، يعني على فكره الحاجات دي يعني احنا لما بنخش السفاره اساسا بتاعتنا بنحس ان احنا في مصر. طبعا يعني اكيد احساس تاني بياخدنا ان احنا رحنا بلدنا. استاذه ولاء، عايز اعرف منك ايه اهم النقاط اللي تم توضيحها للجاليه المصريه في ايطاليا؟ اهم النقاط ايه؟ اللي تم يعني تعرفوهم ايه؟ المصريين هناك علشان قبل الانتخابات يعني بيجيبوا معلوماتهم منين؟ بصي احنا هنا هوت يعني السوشيال ميديا فرقت جدا جدا في التواصل هنا هوت بيننا وبين طبعا بعضنا. طبعا عارفه ان ايطاليا كبيره وروما كبيره برضه، يعني انا بتكلم عن روما عشان احنا هوت من روما، بس احنا الجروبات بتاعتنا بتشمل كل مدن ايطاليا. يعني انا ممكن بيبقى ليا صديقات كتير انا ممكن ما اكونش شفتهم ولا عارفينهم، بس في مدن ثانيه ايطاليه من خلال تقريبا الجروبات، ما نعرفش جروبات مصريه كتير شامله كل المصريين. وما ننكرش طبعا حاجه لازم نقولها ان اكبر تجمع. طيب استاذه ولاء، خليني اروح لنقطه برضو مهمه يمكن احنا بنعرف نعالجها هنا في مصر، لان بيبقى عندنا صفح رسميه، بيبقى عندنا في بيانات بتطلع الشائعات المغرضه،
بيطلع عندكم شائعات برضو مغرضة مثلا بره في الدول الأوروبية في أثناء الانتخابات، ولو بتطلع بتعالجوها ازاي؟ بصي طبعا الشائعات دي طالما وجد الانسان وجد الشائعات مصر او ايطاليا، لان الشائعات دي ممكن حد يكون خبر مش مؤكد ليه يقولوا كانه خبر مؤكد خلاص الناس كلها بتصدقه، بس احنا ان يعني لو اتقال خبر على سته اتجاهات صح في ناس كتير قوي الحمد لله برضه. يعني انا زوجي قوي هشام هو بيكون صحفي ومسؤول عن جروبات كتير هنا في ايطاليا، بيحاول يجيب الاخبار الدقيقه، ولو في اراء مثلا خبر مش صحيح دايما بنصححه للناس بنصححه للجمهور. وهو عضو بالمناسبه في حمله مواطن لدعم مصر في الخارج، من خلال الحمله دي حقيقي يعني في مبادرات حلوه قوي. هي الحمله معموله في كل اوروبا في كل يعني طبعا حلو جدا ان برضو عندكم بره بتعرفوا، لان يعني مش الاشاعات او الشائعات موجوده في مصر بس، لا هي موجوده بره، ويعني زي ما موجوده في مصر اكيد هي موجوده كمان خارج مصر، بس يعني كويس ان انتوا كمان بتعرفوا تتصدوا الشائعات دي. طيب استاذه ولاء عبد اللطيف احنا بنشكرك جدا على مداخلتك معانا في هو وهن. شكرا يا استاذه ولاء، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلونا بقى ننتقل لموضوع حلقتنا النهارده وهو الشتاء. لكم معايا انا فقره من الفقرات هنتكلم فيها عن لبس الشتاء، بس حاجه طبعا يعني لازم نتكلم فيها هو الشتاء يعني نزلات برد لا تنتهي معروفه دي يعني بالظبط. لسه عايز اسالك دلوقتي سيبك بقى من نزلات البرد، بتحب الشتاء؟ مؤخرا يعني اول مره احس ان هو الشتاء وحشني عشان يمكن هو ما بيجيش. بكرهه جدا صريحه. لا ما بحبوش. لا انا بحب الشتاء جدا. بحب الشتاء بس في اوقات بتبقى ساقعه بتبقى مميته. بحب الصيف اكتر. انا ما بحبش الصيف الصراحه، اصل الصيف حر جدا بقى. حر تكييف حضرتك؟ حر في تكييف. انا معاكي جدا بس انا ما بحبش ابرد. الصيف بقى مطول يا جماعه بشكل مش طبيعي. انا ما بحبش ابرد اتحرك. حد من يومين كان في صيف. ما هو الصيف لسه مكمل تقريبا معانا، خلاص احنا الشتاء هينتهي خلاص مش بقى عندنا شتاء. بس انت قلتي حاجه مهمه ان احنا في الشتاء طبعا نزلات البرد، فازاي بقى نقوي مناعتنا؟ هيكون معانا دلوقتي على التليفون دكتور هدير سيف اخصائي تغذيه العجائيه. دكتور هدير برحب بيكي معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. يعني زي ما قلت كده الشتاء يعني نزلات برد، ازاي بقى نقوي من مناعتنا؟ طيب اهم حاجه ناكد عليها احنا بننساها كلنا في الشتاء، الميه. لازم اخلي كل دايما جسمي رطب وفي ميه كافيه عشان كل العمليات الحيويه تتم بشكل تمام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا لازم نستفيد بقى من الفواكه والخضروات اللي موجوده في الشتاء، وابتدي واحد واثنين وثلاثه اقسم وجباتي. يعني تقريبا حضرتك برضو يعني ما سلمتيش وعندك برد، شكلك كده صوتك عندك برد. والله شفتي ده حقيقي. حضرتك عارفه تغيير الجو اليومين دول والولاد هو فعلا لسه مغير من يومين تقريبا. ايوه فندم، وبعد الولاد بيرجعوا من المدرسه بالدور فالبيت كله بيغلي. دي حقيقة. طيب خليني اسال حضرتك يا يعني في دايما عندنا معلومات مغلوطه، انا ما اعرفش برضو هي صح ولا غلط، احنا بنسمع ان يبقى عندك دور برد يقول لك لا ولا تاكل سمك ولا تاكل بيض ولا الكلام ده صح؟ الكلام ده صح ولا لا؟ انا عايزه اقول لحضرتك الناس كلها بتقول كده علشان هي بتحس ان هو بيظهر الدور. ايوه على فكره بصف. هو مش بيجيب لك الدور، هو بس بيظهر لك الاعراض شويه والبصل والحاجات دي. في حاله أيوة. لو حد كمان عنده حساسيه، يعني الاكثر اللي بيحصل معاهم كده اللي هم اوريدي عندهم حساسيه جيوب انفيه او كذا، فمع الدور بيبتدي يظهر بس الدور بشدته، فاهماني؟ يعني مش هي اللي بتجيب لي الدور او هي ما كانش عندي وهي اللي خليته يطلع، لا. فهو مش بنقدر نعمم الموضوع ده على الناس كلها، كل واحد بيبقى عارف نفسه اللي هو اوريدي عنده حساسيه فبيحاول يتجنب الاكلات دي اثناء ما هو تعبان عشان بس الاعراض ما تبقاش شديده عليه. ايوه طيب. لكن هي في العادي اكلات مفيده جدا ومفروض يعني وجباتنا تتضمنها على مدى الاسبوع. زي ايه سريعا بقى كده؟ انا لسه كنت هسالك، قولي لي ايه اهم الفيتامينز او الاكلات اللي ممكن ناكلها في البيت تكون فيها فيتامينز عالي، ودي طبعا تخلينا نتجنب كل يعني نزلات البرد اللي ممكن تكون موجوده. هقول لحضرتك احنا اهم حاجه عندنا احنا محتاجين الخضار والفاكهه عشان الفيتامينات والمعادن، نحاول ندخلها في كل الوجبات. وطبعا احنا شتاء فهنميل اكتر للحاجات الدافيه، فخلينا نعمل انواع متنوعه من الشوربه تكون اساسيه على السفره يوميا. شوربه خضار، اللي صنع شوربه خضار، شوربة عدس، شوربة كرنب،
تنوع بقى على مدار الاسبوع، فانا كده امنت احتياجاتي من الفيتامينات والمعادن اللي هي مهمه جدا للجهاز المناعي. المشروبات العشبيه اللي دايما باكد عليها مع حضرتك كل مره، طبعا احنا الشتاء اهوت والدنيا حلوه، نشرب شاي اخضر، زنجبيل، قرفق، شمر. يا جماعه الشمر ده مخزن، يعني عايزه اقول لك ان هو فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده ومفيد جدا، وكمان بيساعدنا في انقاص الوزن عشان برضو الستات بتهتم بالنقطه دي. حلو ده، يعني فعلا معلومات مهمه جدا يا دكتور هدير، بشكرك والف سلامه على حضرتك. جاهزين بقى انتوا للشتاء ولا؟ لا انا ما لا انا جاهزه، انا مش عايزه والشتاء وحشني على فكره. لا انا عندي بس مشكله في الشتاء ان احنا عمالين، انا عماله اشتري فليبس عايزه البسه بقى، يعني ان شاء الله تلبسيه. انا بحب كده البسه هنا. طيب دي كانت كل اخبارنا مع بعض في الانترو. ان شاء الله معانا فقرات كتير بتهم كل السيدات، من الشتاء بقى الموضه السفر لحاجات كتير جدا. خلينا نروح لنفاصل صغير ونرجع نبدا اولى فقراتنا، استنونا. مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم، الفقره دي مهمه جدا لكل الناس اللي بتعاني من الاكتئاب الموسمي او في دخول فصل الخريف، ناس كتير قوي مودها بيتغير بقى ايام كده ونخش على الشتاء. الحقيقه يمكن ناس كتير جدا يعني ما بيحبوش الشتاء وبيفضلوا فصل الصيف اكتر، في ناس تانية بتكون مش مبسوطه خالص في الشتاء، بيعتبروا ان الشتاء دي ممكن يكونوا الناس دي بتعتبر الفترة دي من أصعب فترة ممكن تمر عليهم، لأن الحقيقة مودهم بيتغير 180 درجة، ولا في دخول ولا في خروج، ويدخلوا بقى في حالة اكتئاب واللبس الشتوي. ناس كتير قوي بتعاني فعلا من اضطرابات موسمية بتقول عليها أو إحنا بنسميها الاكتئاب الموسمي. النهاردة هنتكلم عن كلام كتير جدا بيخص الموضوع ده، ولكن الأول خلينا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو اللايف، كوتش نور عماد. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ الحمد لله. يمكن وأنا بتكلم كده عندي حالة من الاكتئاب برضه. دخول فصل الشتاء أو الخريف بيخلينا إن إحنا دايما بنبقى إيه، مودنا مش أحسن حاجة، بنبقى دايما متلخبطين، بعيدا بقى عن أي سيدة عندها هرمونات مثلا تانية، خلينا نحط الموضوع ده على جنب. الاكتئاب نفسه بتاع الشتاء، دخول الشتاء، ان احنا مش لاقيين حاجه نعملها، ان مفيش مشاوير بنروحها، مفيش تجديد طاقه، مفيش اي حاجه بنعملها بالظبط، ان احنا ممكن نخرج يوم واحد واول ما بتيجي تنزلي تلاقي برضو ايه الدنيا ظلمت بالظبط كده. فيعني ايه اصلا اكتئاب موسمي؟ طيب الاكتئاب الموسمي ده هو الاكتئاب اللي هو بيجي بسبب فصل من الفصول، يعني مثلا احنا دلوقتي عندنا مثلا الشتاء دخلت، هو اكتر الـ 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 الاوقات اللي بيجي فيها اكتئاب موسمي هو في بدايه الشتاء وفي اواخر الخريف. برضو ممكن يجي على فكره في حاجه اسمها اكتئاب موسمي في الصيف وفي الربيع، بس مش كتير. يعني اكتر الاوقات اللي بيجي فيها اكتئاب موسمي هي الشتاء. وده بسبب ان احنا بيبقى الدنيا طول الوقت مغيمه. تمام، فاحنا اصلا ما بيكونش عندنا ضوء شمس جاي علينا، هو ضوء الشمس هو اكتر حاجه هي بتخلي ان في سبب ان احنا اصلا عندنا اكتئاب في الشتاء، لان ضوء الشمس بيبقى مهم جدا، بيدينا فيتامين دي. تمام، فده بيبقى سبب كبير جدا بيخلي ان احنا عندنا اكتئاب في الشتاء، لان احنا اصلا مش بنتعرض للشمس ولا بننزل، طبعا بيكون نشاطنا قليل، بننام كتير، بنحس ان احنا اصلا ما عندناش شغف نعمل حاجه. وده بيؤدي برضو ان احنا يعني بنبقى حاسين ان احنا ما لناش قيمه قوي، او ان احنا يعني نشاطنا قليل، فهو ده السبب اللي بيخلي ان احنا عندنا اكتئاب في الشتاء بالذات. طيب مين اكتر بيصيب بالاكتئاب الموسمي، الرجاله ولا الستات؟ لا الستات اكتر. الستات اكتر. طب يعني ده ايه السبب، ان هم مثلا ما بيخرجوش كتير ولا دي حاجات؟ هو بيجي للاثنين، بس الستات اكتر، لان هم اصلا ما بي يعني الستات اكتر بيكون عاطفيين او عندهم مثلا مشاكل عاطفيه، هم اكتر عرضه ان هم يجي لهم اكتئاب في الشتاء. طيب هنروح لنقطه ثانيه بقى، فكره الاضطرابات العاطفيه الموسميه. تمام، دي بتيجي في اوقات معينه وللرجاله اكتر ولا الستات؟ لا هو الاضطرابات العاطفيه الموسميه بتيجي للاثنين، لان في حاله ان احنا مثلا هو كده كده اصلا الاكتئاب اصلا بيبقى النساء هي اكتر عرضه ليه، دي حاجه اساسيه. اوكي، لكن فكره الاضطرابات العاطفيه دي بتبقى يعني اسبابها ان احنا مثلا اول حاجه بيبقى عندنا مثلا ان احنا في الشتاء ان احنا اكتر عرضه للنوم، بننام كتير. تمام، بنحس ان احنا عندنا فقدان شغف، بنحس ان احنا مش قادرين نركز في حاجه، ما عندنا مش قادرين ان احنا نعمل حاجه، او نشاطنا قليل في الشتاء، فده هي دي الاسباب اللي بتخلي ان احنا عندنا اصلا ده بيؤدي للاكتئاب، وبيؤدي ان احنا بنحس ان احنا حتى احساس بالذنب ان احنا ما بنعملش حاجه. تمام، قاعدين ما بنعملش حاجه، ففي ناس اصلا دي بتودي لها فكره ان انا ما عنديش قيمه، في ناس بتفكر ان هي تنتحر اصلا في الوقت ده، لان هو عنده اكتئاب ان انا ما بعملش حاجه. طيب هاخد برضه من كلامك ونتكلم عن الموضوع بشكل او بمنظور تاني او بشكل اخر، يعني
الاعراض نفسها اللي ممكن تصيب اي حد، ازاي اقول ده اكتئاب؟ ما ممكن يكون واحد متضايق من حاجه يقول لك ده اكتئاب موسمي، ده مش عارفه اكتئاب ايه، انا لازم اروح للدكتور. اوكي، ايه الاعراض وازاي افرق بين اي اكتئاب وبين ان انا مثلا مودي متغير لاي سبب ما من اي موقف من المواقف الحياتيه اللي بمر كده؟ اصلا اكتر ناس عرضه للاكتئاب هو اللي بيكون عنده كده كده اصلا مشكله في حياته، زي مثلا هو فقد شخص عزيز عليه، زي ان هو مثلا عنده مشكله، المشكله دي مخليه طول الوقت في باله في افكار سلبيه، عنده استعدادات نفسيه ان هو يستعيد الاكتئاب مره ثانيه. بالظبط كده، عشان كده اصلا اكتر الناس اللي بيجي لها اكتئاب موسمي بيكون اللي هم اصلا اكتر عرضه للاكتئاب نفسه. فبالتالي لما بيجي موسم الشتاء هم كده كده اصلا اكتر عرضه للاكتئاب عشان عندهم مشاكل في الحياه. طيب بالاضافه بقى نحط عليها ان هو ما بيتعرضش للشمس، ما بيخرجش خالص، قاعد طول الوقت ما بيعملش حاجه، فده طبعا اكتر ناس هي اصلا ممكن تتعرض للاكتئاب. طيب نور، الناس اللي عندها اكتئاب زي ما انت قلتي، او الناس اللي فقدت حد عزيز عليه او غالي عليه في حياته، او مرت بمواقف او بظروف صعبه في حياته، اللي بيمر بظروف صعبه في حياته ازاي يتخلص من الاكتئاب؟ وهل لازم يكون في ادويه، ولا ممكن ان احنا لو فضفضنا لحد او عمل لي خريطه بلان لحياتي يقول لي اعملي ايه من غير ما ايه اروح للادويه؟ لان في ناس كتير الحقيقه بتتعب من الادويه. تمام. طيب هو اصلا انا بصراحه برضو مش بشجع خالص فكره الادويه او الدكاتره، لان انا بشوف ان احنا في حاجات معينه نعملها في حياتنا. اول حاجه ان احنا يكون يومنا اساسي موجود في الرياضه، لان الرياضه هي اصلا سبب كبير جدا بتفرج الطاقه السلبيه، واي مشاكل عندي هي اصلا يعني هتخليني ان انا بعمل نشاط كل يوم، تمام، بيخرج الطاقه السلبيه اللي جوايا طول الوقت، بيحسسني ان انا يعني حتى لو انا عندي مشاكل احس ان انا في نشاط انا بعمله بيحسسني بالايجابيه وبيحسسني ان انا بعمل حاجه مهمه. فده طبعا بيخرج من جوايا طاقه سلبيه كبيره جدا، بالاضافه ان انا بحس ان انا بعمل حاجه كويسه في حياتي، فالنشاط ده بيكون مهم جدا انه يكون عندي كل يوم. بالاضافه ان انا اخرج لاماكن فيها شمس، اخرج يعني اخرج كتير، او ان انا يعني اتعرض للشمس، اتعرض لضوء الشمس. اوكي، في حاجات برضو ان انا مثلا لو انا متضايقه افضفض لحد انا بثق فيه، ما خليش ان انا جوايا استسلم للافكار السلبيه اللي تخليني كل شويه اقعد افكر في المشكله او الافكار السلبيه، اخرج اول باول. احنا مشكلتنا ان احنا بنراكم. الناس اللي انت بتقولي عليها بتراكم الكلام جواها او المشاكل اللي ممكن تحس بيها او اي حاجه ممكن بتمر بيها، في ناس كتير قوي 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 بيخلوا يقول لك اصل انا كتومه، اصل انا ما اعرفش اتكلم. ده طبع، ازاي نغيره؟ هو ازاي نغيره؟ هو مهما كان الشخص كتوم، ممكن لو هو قاعد مع واحد بس في اوضه كده لوحدهم هما الاثنين، يعني قاعدين هو الشخص ده قريب منه، تمام، والشخص التاني ده مثلا لو قاعد يحكي له حاجه هيبداوا يتبادلوا المشاكل. يعني مثلا لو انا دلوقتي انا شخص كتوم وقاعد معايا شخص، الشخص ده انا بثق فيه جدا، قاعد يحكي لي عن مشاكله شويه، انا نفسي هقعد كمان ابادله الكلام او هبادله ان انا اتكلم. فالشخص الكتوم بيحتاج حد يشجعه ان هو يتكلم ويكون حد واحد، مش شرط ان هو يكون بيحكي في صوت بقى او بيحكي لكل الناس، ده لازم يكون حد بقى قريب منه ان هو يشجعه ان هو يتكلم، لان في ناس اصلا بطبعها ما بتحبش تتكلم. بس دي اعتقد يعني يا نور ان الناس دي بتبقى عرض اكتر للاكتئاب، وعرض اكتر انها ما تعرفش تحل مشاكلها او ما يبقاش عندها القرار انها تحل مشاكلها. تمام، هو ده بيحتاج ان في ان حد يبقى داعم نفسي ليه وان حد يساعده. فعشان كده برضو لازم ان احنا نبقى برضو لو احنا مثلا قاعدين مع الشخص ده لازم ان احنا نشوف ازاي ان احنا نساعده ان هو يخرج اللي جواه. هو مثلا هو كمان لازم يكون عنده استعداد ان هو يشوف مثلا اكتر شخص هو بيثق فيه ويحكي له. تمام، ان هو يحاول يخرج نفسه. هو طبعا احنا مشكلتنا ان احنا احنا بنستسلم للمشاكل، يعني مش بندور ازاي ان انا عندي مشكله ان انا احاول اخرج نفسي منها، لا انا بستسلم وافضل اللي هو لا انا مش قادره ان انا اعمل حاجه اصلا. طيب هنروح لسلوك تاني برضو مهم جدا من السلوكيات اللي ممكن بتأثر علينا في الشتاء. انا دايما ببقى خايفه، الاكتئاب بيجيب خوف. تمام، فالخوف ده لما بيجي انا بتخلص منه ازاي؟ ان انا خايفه احكي لحد، ان انا خايفه من اي حاجه. الاكتئاب دايما بيعرضني لسلوكيات كده سلبيه بشكل كبير جدا، وللاسف ما بعرفش اتخلص منها لوحدي، لازم داعم او مساعد يكون معايا، سواء دكتور او صديق. بالظبط كده، هو الدعم من ضمن الاسباب لكن مش سبب اساسي، لان انا برضو المفروض ان انا زي ما احنا قلنا مثلا احنا في الشتاء ما بنتعرضش لاي مثلا ضوء خالص. هو ضوء الشمس مثلا بيدينا فيتامين دي، فيتامين دي ده احنا المفروض ان احنا في الشتاء، المفروض لو انا مثلا انا عارفه ان انا بيجي لي اكتئاب في الشتاء اتعرض للشمس كتير، لان اصلا الشمس لو انا ما تعرضتش ليها دلوقتي هو موضوع اكبر من فكره ان هو ضوء شمس. هو الفكره ان احنا عندنا يعني في دماغنا في ماده، تمام، بتبقى اصلا مسؤوله عن هرمون السعاده. هرمون السعاده ده اسمه سيروتونين، ده بيقل مع قل ضوء الشمس. فبالتالي لما هرمون السعاده ده نزل عن المعدل الطبيعي بتاعه
انا فعلا ببقى عرضه للاكتئاب او ممكن بالزبط. اكون متضايقه او اي حاجه من الحاجات اللي انت قلتيها. تمام بالظبط كده، عشان كده ده بيخلينا ان احنا بنتعرض اكتر للاكتئاب او بنحس ان احنا يعني عايزين ننام اكتر برضو، لان برضو لما احنا مش بنتعرض للضوء خالص ده برضو بيساعد ان في ماده برضو في دماغنا بتبقى مسؤوله عن هرمون النوم بتخلينا ان احنا ننام اكتر وقت ممكن. قلت اتكلمتي عن الاكتئاب واتكلمتي عن الخوف واتكلمتي عن حاجات كتير جدا، عايزاكي بقى تقولي لي روشته كده لكل الناس اللي فعلا بتمر بمشاكل في حياتها او باكتئاب، عشان ان احنا داخلين على فصل الشتاء او مثلا فقد حد غالي او حاجات كتير قوي. قولي لي كده روشته لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده ازاي اتخلص من الاكتئاب. طيب نتخلص من الاكتئاب عن طريق ايه؟ حاجه سهله جدا زي ما قلنا، ان يكون كل يوم الرياضه حاجه اساسيه في يومنا. تمام، لان اي طاقه سلبيه في يومنا هي هتخرج بالرياضه. بالاضافه زي ما احنا قلنا احنا في الشتاء بناكل كتير، زياده وزن بنحس برضو من جوانا ان احنا برضو لا انا مش راضيه عن نفسي، فالرياضه هتساعد في ده. فهي في حاجات كتيره جدا هتتحل من خلال الرياضه. بالاضافه لحاجه ثانيه ان انا اتعرض برضو للشمس، فيتامين دي ممكن اخده من الاكل، في منتجات الالبان كلها فيها فيتامين دي، السلمون والاسماك، صفار البيض، كل ده بيخلي ان انا برضو ان يعني فيتامين دي ده بيساعد ان انا اخده اكتر. بالاضافه ان انا لو عندي مشكله احكي لحد او اخرج الطاقه السلبيه اللي جوايا على طول، ما اخليش المشكله دي تتراكم، بالذات لو انا عارفه ان انا مش قادره احل المشكله دي لوحدي وان انا محتاجه حد يساعدني. تمام، فدي اكتر الحاجات اللي هي ممكن تخلينا ان احنا بنساعد نفسنا اكتر ان احنا ما يكونش عندنا اكتئاب او ان احنا نخرج من المشاكل اللي عندنا. الناس اللي عندها حاله اكتئاب بسبب مثلا علاقات عاطفيه ممكن تمر بيها راجل او ست، ايه اكتر الحاجات اللي يخلي اي شخص بيصاب او بيصيب بالاكتئاب يتخلص من الشعور ده فورا ويشتغل على نفسه؟ يعني عارفه يفتح على طول حياته بالظبط، ان هو يعني يشتغل على نفسه وان هو يتسحل في الشغل. قولي لي بقى، قولي لي 1 2 3. في ناس ما بتعرفش تعمل موف اون خالص بالظبط كده، ورجاله وستات ومش عارفه ايه، فبنبقى عايزين يعني ايه عارفه نتخطى المرحله دي. هي فكره اصلا ان انا اتخطى، اول حاجه لازم اشوف السبب اللي خلانا ان احنا اصلا ما نكملش. يعني اول حاجه مثلا اي ست واي راجل ما بيكملوش بنشوف ان ده نصيب، طيب نشوف ايه الاسباب اللي خليتني ما كملش مع الشخص ده، اللي هو اصلا اقنع نفسي من جوايا ان انا طالما ما كملتش معاه طيب ايه هي الاسباب، 1 2 3. لازم اعرف لو كملتي مع الاسباب دي مش هتبقي مبسوطه. وهو كمان لو انت كملت مع الاسباب اللي انت خليتك تسيب الست اللي معاك يبقى انت كده مش هتكون مبسوط. تمام، فده هيقنعنا من جوانا ان انا اللي رافضه ان انا اكون معاه لان في اسباب منعتنا ان احنا نكمل. دي اول نقطه، ان انا اقنع نفسي من جوايا او ان انا ابقى مقتنعه، مش ان انا عايزاه بس لا مش يعني مثلا عايزاه بس لا ما كملناش او كده، لا انا اقنع نفسي من جوايا ان في اسباب حقيقيه مخلياني ان انا ما ينفعش اكمل مع الشخص ده. تمام، رقم 2 ان انا ما ينفعش ان انا ما اخرجش او افضل قاعده مثلا طول الوقت بفكر في المشكله، لا لازم ان انا اخرج اشوف حياتي وشغلي كل يوم، ان انا ابقى مشغوله طول الوقت. لو انا مشغوله دماغي اصلا تبقى فيها 1000 حاجه، مش هقعد افكر في الشخص ده غير في وقت قليل من اليوم، هو الوقت اللي انا فاضيه فيه او داخله انام، هو ده المفروض ان هو يحصل. ان انا ابقى مشغوله وشايفه حياتي وبعمل الحاجات اللي انا بحبها عشان احس بقيمتي. لما ازود ثقتي بنفسي تمام وحسيت بقيمتي خلاص مش هبقى مركزه مع الشخص ده بشكل كبير، زي ما حد قاعد بقى قاعد كده بس مستني ان المشكله تتحل ومستني ان هو يرجع له او بيفكر فيه طول الوقت. يعني اشتغل على نفسي واحاول طبعا. ان انا اي حد عم يصاب بالاكتئاب بسبب اي فقد شخص او مثلا انتهاء علاقه اشتغل على نفسه زياده، حاول يشتغل، اللي ما بيشتغلش يبتدي يشتغل ويخلص يعني كل الوقت الفاضي عنده عشان ما يفكرش في الشخص المشكله تاني. بالضبط. نور عماد ظريف لايف كوتش، بجد انت نورتيني وكان لسه معانا كلام كتير عايزين نقوله النهارده ان شاء الله تتعوض فيه فقرات تانية. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل قصير ونرجع تاني، استنوا. طبعا احنا دايما اما بنتكلم عن السفر بنقول ايه؟ السفر بس في فصل الصيف، عندنا اماكن كتير ومناطق كتير ان احنا ممكن نسافر فيها، لكن الشتاء نقول لا هنروح فين في الشتاء؟ لا، عندنا في مصر مليانه اماكن نقدر نروحها في الصيف والشتاء. وبما ان احنا بقى بنتكلم عن يعني الخريف والشتاء، فزي ما بنقول احنا فقرتنا دي علشان نعرف حضراتكم وفي اماكن انا شخصيا في
يعني ما كنتش اعرف ان ايه ده والله ممكن هناك الواحد يروح وكمان يستمتع. تعالوا نعرف مع بعض هي ايه المناطق دي او الاماكن او المدن اللي احنا ممكن نروحها وكمان نستمتع فيها وكمان تكون بادجت او اسعار رخيصة مع بسنت صفوت وهي ترافل بلوجر او بلوجر بقى سياحية زي ما بنقول. يا بسنت اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ يعني طبعا احنا زي ما انا قلت كده في البداية احنا دايما السفر عندنا مرتبط بالصيف. احنا في فصل خلاص احنا يعتبر خلاص في الشتاء او داخلين على الشتاء يعني خلاص الجو بيبقى فيه خلاص دلوقتي فيه لسعة برد فالناس تقول لك لا انا هروح فين. هنتكلم عن الاماكن دي لكن خليني اسالك في الاول انت مع بدايه دخولك المجال ده في قصه لطيفه صح؟ ده حقيقه. ايه بقى القصه ان انت دخلتي المجال ده؟ والله انا بحب جدا السفر من زمان جدا كان نفسي ان انا اقدر ان انا اسافر اعتمد على نفسي سواء ان انا اسافر جوه مصر او برا مصر. ابتديت الاول كنت بحب التنظيم قوي تنظيم رحلات وابتديت فعلا من الموضوع ده من مده طويله قوي من حوالي 7 سنين أو 8 سنين في تنظيم الرحلات الداخليه وقد ايه الموضوع جميل جدا ان انا اتعرف على كل الناس اللي في الرحله ويبقوا صحابي نتعرف ناس يعني نتصاحب على ناس جديده وبجد الموضوع بتعملي علاقات مع ناس أكيد. وممكن من ثقافات مختلفه على ده فكرة. حقيقه حقيقه وده بيحصل بره مصر وجوه مصر كمان مش جوه مصر بس. طيب خلينا نقول كده اول مكان انت رحتي وصورتي فيه كان صيف وكان في الصيف ولا في الشتاء؟ اول مكان كان يعتبر في بدايه الشتاء. رحتي فين؟ حلو قوي يعني زي اليومين اللي احنا فيهم دول. ده حقيقه. رحتي فين؟ كان شرم الشيخ. دي احلى جميله يعني بجد انا شرم الشيخ دي من الاماكن المحببه والمقربه الى قلبي بشكل غير طبيعي. مدينة السلام طبعا مشهوره على مستوى العالم كله مش في مصر بس. شرم الشيخ والغردقه دي الحاجات اللي متعرف عليها. ايه الاماكن او المدن اللي الواحد ممكن يروحها ممكن الناس تقول ياه والله انا ممكن اروح هناك واتبسط وبادجت تبقى برضو لطيفه وقليله؟ تمام. طبعا هو احنا عندنا حاجات كتير قوي جوه مصر موجوده في فصل الشتاء وفصل الخريف وتعتبر اصلا ان هي مشتى يعني مش احسن حاجه للناس تروحها في فصل الصيف. زي مثلا اهمهم طبعا الاقصر واسوان. طبعا الاقصر واسوان طبعا مشتى مشتى طبعا ومن الحضارات اللي احنا طبعا لازم ان احنا نفتخر ان احنا عندنا حضاره جميله زي دي سواء ان حد هيروح بيحب يتفرج على الاثار او بيحب يعمل اكتيفيتيز او عايز ان هو يستمتع بالجو العام بالهدوء بكل حاجه بتبقى طبعا جميله في الوقت ده في الاقصر واسوان. عندنا كمان سيوه. سيوه هاديه وجميله جدا وفيها كل حاجه برضو الواحد عايزها سواء ان هو عايز يعمل اكتيفيتيز عايز ان هو يقعد برضو كده في هدوء عايز يشوف الغروب كده مثلا من جزيره فطناس مثلا حاجات جميله قوي هناك سفاري عالميه في بحر الرمال الاعظم او ساند بوردنج يقدر يعمل برضو تزحلق على الرمال كل الحاجات دي وهميه يقدر ان هو يعملها في فصل الشتاء والخريف. ده فين؟ ده في الاقصر ولا ده في النوبه؟ في النوبه. دي النوبه والنوبه من اكتر الاماكن يمكن على مستوى العالم اللي فيها راحه نفسيه مش عاديه. يعني الواحد بيبقى مبسوط لمجرد ان هو بيرجع يشوف الميموريز دي والناس هناك طيبين جدا. اكتر ناس ممكن تلاقي لهم اساسا قاعدين في مكان مليان راحه نفسيه طبعا فهم يعني خلاص هو الجو العام بقى كله فريندلي بقى الناس متعاونه في سلام في البلد كلها. فلا هي النوبه دي تحسيها بلد كده لوحدها في حته لوحدها. طيب حقيقة. خليني عايزه اروح لنقطه ان دايما الاهالي بيبقى عندهم خوف من فكره لو ولد هيسافر لوحده فكرة ان بنت تسافر لوحدها وانت لفتي انت رحتي بلاد كتير اكتر من 7-8 دول ده حقيقة. يعني رحتي لفتي وبره مصر ده حقيقة. فانت ازاي تخطيتي النقطة دي وازاي قدرتي ان انت تقنعي اهلك بانه لا انا بنت وانا طبعا احنا البنات بمية راجل ده جدا او بمية ست ست بمية ست يعني فازاي احنا يعتمد علينا ان طبعا طب والله العظيم طبعا مش عارفة هم مستقلين بينا ليه جوه مصر بره مصر يعتمد علينا طبعا فازاي قدرتي ان انت تقنعي اهلك وتتخطي الحتة دي؟ طيب هو اهم حاجة طبعا انا بشكر ماما جدا هي طبعا قاعدة وسامعيني اهي انا بشكر ماما جدا جدا ان هي مدياني كم من الثقة كبير جدا في حيث ان انا اقدر ان انا اعمل اللي انا عاوزاه في نطاق المتعارف عليه اسافر جوه مصر بره مصر هي كمان
بتشجعني جدا ان انا اعمل كده. الموضوع ده بيديني ثقه في نفسي جدا، بيخليني اعتمد على نفسي في مواقف كتير، سواء مواقف صعبه، حتى لما بتحصل موقف هنا بسيطه قوي، يعني لو حد مثلا ركب اوبر ولا حاجه وبنت تخاف تقول لي طب انا اعمل ايه، انا خايفه، انا ممكن لو حاجه حصلت اصلا موقف بره مصر لا ببقى عارفه هتصرف ازاي، ما ببقاش خايفه كده اللي هو ايه، انا مريت بحاجات اصعب بكتير وخلاص خدت الثقه في نفسي ان انا اقدر اتصرف. وان انت تقدري تتحملي كمان المسؤوليه. يعني اعتقد حقيقة. السفر ده بيحمل الشخص، ما هو خلاص ولا ام ولا اب، هو لوحده، هو بطوله. ده حقيقه، ده حقيقه. فاعتقد ان انت يعني بقى عندك بقيتي مسؤوله، يعني مسؤوله ان انت تاخدي القرار من اوله لاخره، وانت عارفه تنظمي رحلتك ازاي، عارفه الستبس دي هتمشيها ازاي، لان اغلب الرحلات بتاعتي بتبقى سولو ترافل، يعني بمسك الرحله من اولها لاخرها، انا اللي منظماها، انا اللي حاجزه تذاكر الطيران لنفسي، عامله كل الحاجات بحيث ان هي من A to Z انا عارفه ان انا انظم رحلتي بالطريقه اللي تعجبني. طيب قولي لي، انت زي ما انا قلت انت رحتي اكتر من 7-8 دول تقريبا. بالظبط. اكتر دوله لا حبيتيها وحسيتي ان هي لا بلد فعلا جميله، وزي ما بنقول بتقولي للناس تروحي او لاصحابك حتى، يا جماعه لازم تروحوا البلد دي، البلد دي حلوه قوي ورخيصه قوي، يعني على قد ايدينا زي ما بنقول. طبعا هي كل بلد ليها حلاوتها. صح. وعلى حسب كل حد بيحب ايه. انا من وجهه نظري اكتر بلد رحتها كتير وحبيتها، ويمكن اصحابي كلهم والناس اللي بتتابعني عارفين، ده هي تركيا. تركيا انا زرتها 5 مرات وانا بحبها جدا، خلاص يعني تعتبر دارسه تركيا كلها من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، فبحس ان هي نفس روح المصريه شويه، قريبه مننا. وكمان ممكن تقعدي شهر يا نرمين تحسي ان انت قعدتي الاربع فصول كلهم في شهر واحد، بالذات لو حد رايح في الاجواء الجو دي. هناك متقلب. بالظبط، يعني لو حد بيلحق الايام دي ان هو مثلا يروح من اول الجنوب زي انطاليا مثلا، يلحق نهايه الموسم الصيفي هناك تمام، وبعدين يتنقل على الشمال زي طرابزون، هو كده بيروح من الصيف للشتاء. أوكي. بيتنقل في اماكن جميله قوي هناك زي بولو هي من احسن الاماكن الموجوده في الخريف، لان هي دي انطاليا في مكان تركيا. بالظبط في تركيا. لو حد بقى هيروح شويه، انا كنت في الوقت ده كان في شهر 12، فهو في انطاليا مش برد في شهر 12، هو برد بس انطاليا عموما وحتى الاماكن اللي في الجنوب هي يعني اكتر حاجه فيها حراره كويسه. فهي تعتبر الجو فيها جميل. ده على فكره ده مش تلج، ده زي فوم كده هم عاملينه عشان نعيش اجواء راس السنه ده في لاند اوف ذا ليجند اللي هي ارض الاساطير، وهي من اشهر الاماكن اللي موجوده في انطاليا واكتر الاماكن تنفع في راس السنه. ليه بقى؟ لان هي اصلا البادجت بتاعتها قليله. انا دخلت ده كان فري، كل ده كان فري، عمال احضر الاحتفالات، كان في عروض جميله جدا جدا في ارض الاساطير بتتعمل يوميا قبل راس السنه كمان، نقدر نحضرها فور فري لو حد معاه اطفال يقدر ان هو بيحجز تيكت يروح بيها حاجات، زائد ان تركيا دلوقتي البادجت بتاعتها تعتبر مناسبه في الجانب المتوسط، لان طبعا الاسعار في يوروب دلوقتي عاليه جدا. طيب بما ان احنا زي ما بقولك خلاص احنا داخلين في الشتاء، اللي هو يعني لغايه دلوقتي الجو لسه برضو مش يعني أيوه. الجو مش برد قوي بس خلاص يعني احنا خلاص داخلين على الشتاء. أيوه. فخلينا نمسك كده مثلا لو رحنا اتكلمنا على الاقصر واسوان. تمام. حد راح في الشتاء في اجازه نص السنه مثلا رايحين الاقصر واسوان، تنصحيهم يروحوا فين؟ يعملوا ايه؟ ايه الانشطه اللي المفروض او اللي هيتبسطوا فيها لو عملوها؟ طيب هو اول حاجه طبعا لازم ان هم ينزلوا الاقصر يشوفوا بقى حضاره بلدهم الجميله، يشوفوا المعابد الجميله زي معبد الكرنك طبعا. في طبعا البر الغربي يعني هو هيشوف كل حاجه سواء بر شرقي بر غربي، هو هيشوف كل الاثار الموجوده سواء عندنا مثلا في ايه، انا بنسى من كتر وهم حاجات كتير، في معبد حتشبسوت تحفه طبعا فنيه طبعا، وادي الملوك، وادي الملكات، كل المعابد الجميله اللي موجوده في الاقصر. بعد كده وفي كمان معبد هابو ده تحفه معماريه رهيبه، يعني هيشوف الالوان كانها حقيقيه منذ الاف السنين. بتعملي فيديوز عن يعني بتتكلمي عن مثلا اصل المتحف ده ايه او المعبد ده ايه، او بتدي معلومات مثلا عنه، ولا بس انت جاست ان انت بتصوري المكان اللي انت فيه؟ احيانا بدي معلومات بسيطه، بالذات ان في ناس كتير قوي بتدخل تسالني عن الاماكن، فبقدر ان انا ادلهم اكتر حاجه على الاماكن، مش بطلع ان انا اقول حاجات معلومات كامله عن الموضوع. بعد كده طبعا ممكن لو حد راح بعد الاقصر راح اسوان يقدر ان هو يشوف طبعا معبد فيلة، وهو من اشهر المعابد طبعا هناك.
خصوصا ان احنا بنمشي في النيل عشان نوصل ده فين؟ ده اللي احنا بنتفرج عليه ده فين؟ ده طبعا المعابد الجميله بتاعت الاقصر، ده حتشبسوت طبعا، حتشبسوت لا واللي مصورك خطير يعني. ده بجد. حقيقه التصوير فعلا كان أوي. كان تحفه، ويعني اشكر اصحابي طبعا اللي بيصوروني، او على فكره مش لازم حتى لو انا لوحدي، ممكن اي حد مثلا معدي طب بعد اذنك صورني صوره بس. ده حقيقه ده في اسوان. اسوان جميله فيها. جميله اسوان، اسوان كلها جميله سواء اهل اسوان فيهم طيبه كده، يعني تحس ان هم بيدخلوا القلب كده على طول. يعني انا رحت اسوان مره في احدى مؤتمرات الشباب، الناس كانوا متزوفين جدا وكانوا حابيننا جدا، وفي يعني خدومين، فاهلها جمال. وكمان انا هبقى بلوجر دلوقتي، انا هسوق انا الاسوان. لا عندهم بجد كمان اسمها ايه اللي هي البهارات، عندهم بهارات انا في حياتي انا ما شفت زي البهارات اللي عندهم او التوابل. يعني السوق الاسواني مميز جدا على فكره. دي حقيقة. البهارات، الشطه، حتى يقول لك ده شطه اسواني، احنا جايبين شطه من اسوان، دي خلاص كده معروف ان هي احسن حاجه. فكل البهارات والكركديه والاكل كمان على فكره، زي الفسيخ والرنجة والكلام ده، في ناس بتجيبه في صفايح علشان تروح بيه القاهره. فلا كل حاجه هناك، في وبالذات كمان في النوبه، يعني النوبه نفسها البهارات والكلام ده فيها، هو بيبقى فيه زي سوق صغير سواء في النوبه او السوق طبعا بتاع اسوان، فهو فيها يقدر يعمل طبعا حاجات كتير اللي يروح الاقصر واسوان في الوقت ده. كمان في على فكره جزر جميله زي جزيره هيسا، دي فين؟ ده في اسوان. اسوان والله هي زي يعني ممكن يترح لها بمركب، انا رحتها قبل كده، حد من اصدقائي كان عمل لي ورحناها بمركب من اسوان نفسها، كاننا رايحين على النوبه بس ما رحناش النوبه، رحنا جزيره هيسا، جميله جدا 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 بجد، تحفه فنيه موجوده في اسوان. في كمان تنكار دي بيقولوا عليها ان هي المالديفز، بينزلوا البحر على فكره، بينزلوا سوري النيل بقى، يعني حتى لو حد في اسوان برضو، في اسوان برضو كلها جزر جنب النوبه، غرب سهيل برضو النوبه، فاللي هيروح هيلاقي كميه جزر، هو هيحس ان هو قاعد في سلام وامان وشايف منظر. طب يعني احنا عندنا في مصر حاجات حلوه قوي على فكره طبعا، محتاجين يعني الناس اللي زي حضراتكم ان هم فعلا يسلطوا الضوء عليها، علشان الولاد حتى او الشباب الصغيرين اللي بالنسبه لهم ما يعرفوش مثلا غير الساحل الشمالي وشرم الشيخ، لكن عندنا بجد اماكن جميله زي الفيوم انا بلاقي ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت لا طالعين على الفيوم ومستمتعين جدا بالفيوم، وقريبه مش بعيده الفيوم قريبه، سعرها قليل، لو حد حتى رايح يقضي يوم هو يا اما هيعرف يقضيه مثلا في قريه تونس جميله جدا تمام ومتكامله بالخدمات وكل حاجه، حد عايز يتصور، حد عايز يعمل مثلا ساند بوردنج برده هيعمل في الفيوم، حد عايز يشوف الشلالات، ما سافرش بره مصر عايز يشوف الشلالات جوه مصر هيقدر برده ان هو يشوفها في الفيوم، حد عايز يقعد القعده البدويه الجميله زي اللي موجوده في دهب هيقدر برده ان هو يعمل كده في الفيوم، فهي الفيوم برده قريبه وفيها كل حاجه يقدر حد يعملها، لو هو مش عايز يبعد شويه مثلا يروح دهب او شرم او عموما جنوب سيناء او سيوه. حاجه برده الفيوم في القريب يعني. ايوه احنا بنقول حاجات على فكره في برده حاجه متطابقه قوي، يعني انا لاحظت كنت رحت قلعه كده في كابادوكيا، وهي كابادوكيا روحها حساها ان هي زي سيوه. فروحت القلعه اللي في كابادوكيا دي لقيتها بالظبط نفس قلعه شالي، يعني في حاجات متطابقه، احنا لو قعدنا نبص على الحضارات نكتسب ثقافات هنحس ان في حاجات متشابهه، مع طبعا الاصل طبعا في بلدنا بيكون احلى اكيد كتير. طبعا لو سافرنا بقى ورحنا معاكي بره مصر بلجيكا مثلا، دي من الاماكن انت بتقولي ما نروحهاش في الشتاء صح؟ نروح في الصيف اكتر. هي بلجيكا هي برضو انا عايزه اقول لك كل حد معتمد عليا، انا مثلا بستمتع جدا والتلج بيمطر عليا تلج انت كائن شتوي مش قوي لاني طبعا برضو بحب انزل البحر جدا طبعا. بس انا بحب استمتع بالاجواء بقى زي ما هي، سافرت في الشتاء هستمتع زي لبنان في الصيف حاجه وفي الشتاء حاجه، الاثنين حلوين جدا. لبنان جميله جدا، يعني للاسف لسه ما سافرتهاش مع ان هي قريبه ناس اصدقاء كتير طبعا سافروها، وهي فيها برضو حاجات كتير والله، اللي لو حد بيحب الطبيعه هيلاقي، لو حد بيحب نايت لايف هيلاقي، اي حاجه هو عايز يعملها اكتيفيتيز مثلا فيها اكتيفيتيز كتيره جدا. الاكل هناك حلو قوي، روح البلد بقى الناس برضو بتتكلم طبعا عربي زينا طبعا وبرضو الناس طيبين قوي هناك، فهو هيلاقي كل حاجه هناك سهله، يقدر ان هو لو حد معاه بادجت صغير يقدر ان هو يروح حتى لو اجازه صغيره هيستمتع جدا برضو. ده انا بشوف ناس بيطلعوا ويكند يعني خميس جمعه سبت، هي قريبه وتحسي ان هي برضو
يعني نفس الروح. شبهنا يعني. بالظبط. بلجيكا بقى هي فيها حاجات مشهوره لازم تتروح. زي اول حاجه هي اسمها بلد الشوكولاته، يعني هي اساسا مشهوره بالشوكولات. تمام. فيها طبعا القصر الكبير او القصر العظيم، وده من يعني ده تحفه معماريه انا ما شفتهاش على مستوى العالم، وتعتبر براغ بقى وكل معظم اوروبا الحاجات اللي فيها كده، يعني الحاجات اللي فيها تحف معماريه تبقي واقفه كده قدام القصر اللي معمول او المبنى عموما، الله ايه الجمال ده. فهو لازم اللي يروح بروكسل طبعا يشوف، هو زي في ساحه كده كبيره القصر العظيم، يشوف طبعا في تمثال كده مشهور جدا بيقولوا من جميع انحاء العالم، ده في بلجيكا. بلجيكا. هو زي بيبي كده بيعمل بيبي ده مشهور جدا بيقولوا من جميع انحاء العالم، تحسي البلد كلها التمثال ده. الشوكليت يعني حاجه بسيطه جدا بس بتجذب الناس. ده مشهوره جدا، ده مشهوره جدا، اللي بيروح لازم يتصور عنده، لازم يروح ياخد صوره او فيديو في المكان ده. شوقتيني ان انا اروح على فكره. التمثال ده على فكره بيلبس، يعني هما بيلبسوه على حسب المناسبه، يعني والله في النهارده مثلا عيد عندهم، او البلد دي عندها احتفال، طب احنا هنلبسه مثلا اللبس الفلاني وهكذا. في عندهم كمان الوافل مشهور جدا، الشوكليتس بجميع انواعها طبعا. عايزه اقول لك بقى عموما في اوروبا الكريسماس ماركت لازم يتراح في راس السنه، يعني لو حد بيفكر ان هو يروح راس السنه، عندنا مثلا استراسبورغ دي محطه مهمه جدا للي بيحب يشوف اجواء الكريسماس. انا بحب جدا اشوف اجواء طبعا الكريسماس وراس السنه، فالكريسماس ماركت ده هو زي اكشاك صغيره معموله في كل بلاد اوروبا، بس بتبقى في بلاد معروف فيها قوي زي لندن طبعا. احنا شايفينها دلوقتي كريسماس ماركت. وهمي واللي فعلا بيحب اجواء الكريسماس هيلاقي كل حاجه هناك وباسعار كويسه، لان دي اكشاك يعني مش محلات كبيره، مش حاجات غاليه. بالظبط كده. وبيبقى عارف يعني عارفه بيبقى عامل سوري زي المولد مثلا عندنا لو في مراجيح قوي حتى الاطفال هيتبسطوا فيه، زي ملاهي صغيره وقطر صغير ماشي وحاجات كده. اكترها بيبقى استراسبورغ، حتى في شارع هو عاملين المباني كلها دباديب وحاجات كريسماس، فطبعا المكان بيبقى حلو جدا. حلو قوي. لندن كمان وهميه، والمانيا دول يعتبروا اشهر ثلاث اماكن في راس السنه نقدر نشوف فيهم الكريسماس ماركت. وعايزه اقول ان اللي هيروح استراسبورغ في فرنسا ممكن ان هو يحاول يروح قبل راس السنه، قبل 31 يعني، ممكن يحاول يبقى اخره 24 مثلا 12. عندنا حدث برضو يعتبر خاص بالنيو يير قرب، يوم 24 في شرم الشيخ بيجيبوا بندات عالميه، تمام، اللي هو البيج ستارت، وبيبداوا احتفالات الكريسماس. هما مش بدايه بس، هو يعتبر اليوم ده بيبقى في سوهو سكوير، بيبقى احتفال بقى وبندات جايه على مستوى العالم معروفه. الله. والاحتفال ده يعني لا يفوت، يعني انا هحاول اروح الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا هو كله هيروح على هناك يعني، مش هيسيبه عشان نحضر الحدث الجميل ده. طيب فرنسا لما لو حد راح فرنسا او يعني عايز يروح مثلا، ايه النصيحه اللي تقوليه مثلا؟ روح كذا وما تروحش كذا، امشي في الحته دي، كل في هنا ما تاكلش هنا. طيب هي فرنسا طبعا اختلف عليها الاقاويل، اللي يقول دي اوفر ريتد، اللي يقول لا دي وهم، واللي يعني اختلف عليها الاقاويل جدا. انا بالنسبه لي فرنسا هي كانت حلم حياتي ان انا اروح، فبسطت جدا لما روحت، لما شفت برج ايفل عجبتني كل حاجه، لان انا من الناس اللي بتستمتع بالاجواء حتى لو ايه، يعني حتى لو حد مثلا حاطط حاجات في الارض بيبيعها تمام، انا ببقى مبسوطه. اللي عايز يروح هو يا اما هيبقى اللي رايح فرنسا بالذات هيبقى بيفكر ان هو يروح اماكن اثريه اكتر، متحف اللوفر مثلا طبعا، تمام، هيطلع برج ايفل يحجز ويطلع، ممكن مش هيبقى غالي قوي، تمام، بس يحجز تيكت عشان الزحمه طبعا بتبقى فظيعه بالذات لو هو رايح في راس السنه. ممكن يروح كمان الاوبرا، يعني الحاجات دي الفن المعماري فيها وهمي، قصور طبعا، وفرنسا طبعا معروفه بالبرفيومز. بالظبط، البرفيومز والقصور بقى، قصر الاليزي وغيره من القصور الجميله اللي ممكن الناس اللي بتحب الفن المعماري هتلاقي. حتى مثلا الكافيهات بدون ذكر اسماء، في كافيهات عالميه مشهوره ان هي الناس بتدخل تحس ان هي جوه قصر. فكل حاجه في فرنسا بحسها ان هي واخده جانب من الرقي، حتى لو حد احنا بنشوف دي ده انت في فرنسا، ده الفيديو ده في فرنسا ده صح؟ ده في فرنسا بس ده مش في باريس، ده في استراسبورغ برضو. وقت ما رحت الكريسماس ماركت وكنت حابه الحقه قوي، ده اعتقد ده شارع الدباديب. ايه المدينه اللي انت نفسك تسافري او البلد اللي نفسك تسافريها؟ يعني المره الجايه ناويه على فين؟ والله في كذا مكان عايزه اسافره في الفترة الجاية. ممكن نقول لو أنا عايزة أعيش، لو حد عايز يعيش الأجواء الصيفية في وقت الشتاء
هيفكر ان هو يروح شرق اسيا، زي انا مثلا بفكر جدا ان انا اروح مثلا تايلاند وماليزيا. تمام طبعا. بحيث اللي هو لو حد لسه عايز ينزل بحر انت لسه ليك ايه فرصه ثانيه. فرصه لسه يعني. لو حاجه في اوروب نفسي جدا اروح المانيا. علشان برضو احضر الاجواء بتاعت الكريسماس والكلام ده، ونفسي اروح اماكن برضو ما روحتهاش. روحي خدينا معاكي يلا بينا. روحي خدينا كده ايه زي الشنطه في ايدك. فسنت بجد انا مبسوطه بيكي، ويعني بتابع الفيديوز بتاعتك، ومستنين بقى فيديوز كتير علشان نعرف كمان ولادنا والجيل الجديد ان في مصر كمان تحديدا طبعاً. في اماكن كتير جدا حلوه تستحق ان الواحد فعلا يروح ويقعد ويستمتع بكل حاجه فيها. طبعا اكيد. بس انت نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليكي. ميرسي جدا ليكي يا نرمين. ميرسي يا حبيبتي. طيب يعني اعتقد ان احنا كانت جوله سريعه كده جوه مصر وبره مصر. اللي عايز يسافر زي ما يعني خلاص احنا قربنا على الكريسماس وعلى النيو يير، كل سنه وحضراتكم طيبين. اديناكم كده نبذه سريعه، واكيد هنعمل لكم فقرات تانية بال يعني الاماكن الجميله اللي موجوده كمان تحديدا. بحب دايما اركز على مصر لان زي ما احنا بنقول دايما مصر هي ام الدنيا. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي فقراتنا في هو هون. اهلا بيكم مره تانية. بقالي كتير ما بتركوش فقرات عن الفاشن، بصراحه وحشتني قوي. فبما اننا داخلين على الشتاء قررنا نعمل لكم فقره عن الفاشن، هنتكلم عن الترندز اللي طالعه في شتاء 2024، وكمان ايه الاساسيات المفروض تكون موجوده في دولاب اي بنت في لبسها الشتوي. معانا النهارده الستايلست ريم ريهام العناني. ازيك يا ريهام؟ هلو، عامله ايه؟ كويسه. خلينا نبدا معاكي ببدايتك في الستايلنج. أو بدأت ازاي يعني؟ انا بدأت من 5 سنين. انا كنت اصلا HR manager وبعدين غيرت الفيلد خالص وابتديت اخد كورسز وكده. انا كنت talented اصلا يعني، كنت بحب طول عمري اللبس. بتحبي تلبسي؟ طول عمري بحب اللبس وبحب ان انا اعمل ستايلنج وطول الوقت بحب البس حاجات مختلفة والكالورز وكده، لحد ما خلاص بقى يعني قلت ده وقتي ان انا ابقى ستايلست. وفعلا بدات بقى من 5 سنين. ايه اللي شجعك بقى تاخدي الستيب دي؟ كل الناس يعني كل الناس كانوا دايما مكانك مش هنا، انت مكانك في الفاشن في الموضه يعني. كان كل الناس صراحه بتشجعني لحد ما انا خلاص قررت بقى انه لا يعني. لا انا يا جماعه عايزه اقول لكم ان ريهام بتعمل فيديوز على السوشيال ميديا خطيره بجد يعني، هتشوفوا ستايلنج بطريقه مختلفه. مش اي حد فعلا بيعمل ستايلنج بالطريقه دي يعني، هي بتنسق الوان يعني مش اي حد بجد هيمشيها مع بعض يعني. يمكن عايزه جرأة شويه. ايوه هو يعني ده اللي انت مختلفه فعلا فيه. انا بحب اللبس، بحب العب باللبس دايما، حتى دايما اقول ايه غيروا اخرجوا بره الكومفورت زون بتاعتكم او المكان اللي انتوا بترتاحوا فيه. يعني مثلا لو بحب البس اسود طول الوقت اخرج بره الكومفورت زون بتاعتي واجرب، حبيت ما حبيتش بس يمكن احب يعني، خلينا نجرب حاجات جديده احسن ما نفضل طول الوقت ستاندرد كده، احنا نفسنا بنزهق. انا معاكي جدا اصلا في ده، انا بحب كده، بحب اغير كل فتره. زي ما قلت في الاول عايزين نتكلم عن الاساسيات والترندز الشتاء. في بنات لما حاجه بتطلع ترند بتجربها وبس بتبقى ساعات مش مناسبه ليها، مش مناسبه لجسمها. فالبنات بقى ازاي تعرف تختار الستايل المناسب ليها؟ اولا مش كل حاجه يعني، انا دايما بتسال سؤال دايما وابدا في اول كل سيزن، ايه ترند السنه دي؟ بقيت احس ان كل البنات بقت عايزه تلبس ترندي. هو حلو بس ما بقاش خلاص بقى، احنا بقينا في وقت ما فيش حاجه اللي هي ترندي، بقى كل موضه قديمه بتطلع تاني يعني. ترند الشتا ده هتطلعيها من الدولاب يعني، الا لو انت مثلا ما بتلبسيش مثلا الوان كتير، والشتا ده كمان ما فيهوش الوان كتير. حاجات مامتك مثلا كمان، دي بقى الحاجات القديمه طالعه موضه بطريقه وجدتك كمان كمان، وهتلاقي حاجات وقصات شعر وحاجات كتير قوي رجعت تاني موضه. فاحنا بس شويه نهدى على الترند ونفكر ايه اللي بيليق علينا. انا هجيب ده عشان ترندي ولا عشان عاجبني وهلبسه على طول؟ بس زي ما بيقولوا نعمل رينوفيشن او تجديد للحاجات القديمه اللي كانت عندنا. انت بتعملي ده صح؟ بعمل ده. بشوف حاجات انت ابتديتي تطلعيها. الالوان الالوان طالعه موضه صيف شتاء يعني. الشتاء يمكن موضوع جديد ان احنا بنلبس الوان جريئه شويه في الشتاء زي الاحمر. انا عارفه ان الاحمر ترندي جدا. أيوة. الشتاء ده صح. فانت من زمان اصلا بتحبي الالوان؟
انا بحب الالوان من زمان وكنت بتهاجم قوي على فكره مش لما طلعت ترند لا لا انا بلبس الوان من زمان، بحب الالوان، بحس انه الحياه الوان. يعني الشمس اصفر، الخضره اخضر، البحر ازرق، يعني ليه الحياه تبقى ملونه وانا اكئبها يعني؟ عارفه لا بقى انسباير كمان الالوان من الحياه يعني الطبيعه. فلحد ما الالوان بقى لها كام سنه هي موضه الحمد لله حتى في الشتاء. طب تعالي نتكلم برضو عن الالوان الترندنج الشتاء ده. اوكي طبعا احنا زي ما احنا شايفين الاحمر هو اكتر حاجه ترندي الشتاء ده، يعني اللون الاحمر الدرجه دي من اللون الاحمر طفل. هي اكتر حاجه ترندي الشتاء ده. وبعدين الكوتس والبليزرز وكده اصلا بحبهم قوي، هما بقى مش ترند، هما مرتبطين قوي بسيزن الخريف والشتاء. بحس انه يعني دي حاجه برضو بتكون البليزر حاجه من اساسيات الدولاب، صح، يعني لازم تكون موجوده معايا ايا كان اللون بقى. يعني لو انا بحب الالوان الهاديه يبقى نيوترلز. خلي بالك مش اي حد بيحب اللون الاحمر، ده لون جريء قوي وقوي قوي، مش اي حد بيبقى جريء ويلبسه. ايوه بس هو ترندي قوي السنه دي، بس من الحاجات الحلوه قوي اصلا. لو عايز البس ده بس بطريقه كاجوال اكتر، لو البسه ازاي؟ مع جينز زي ما شايفه كده هو لون، فاصلا مش اي حد ممكن يخرج بيه. صح ممكن مع جينز، بس ده برضو ده ستيتمنت بيس شويه عشان جايبه الحاجات الترندي. خليه مع جينز عادي خالص. اوكي وسنيكرز وبيزك بيضة. خلي بالك انت لو لابسه فول اوتفيت فورمال ولبستي عليه سنيكرز خلاص بقى كاجوال. التاتش اوف جو دي طالعه مود جدا، طالعه موضه جدا في الصيف اخر الصيف. التاتش اوف جو وتاتش اوف وجولد ايوه بس دول طالعين موضه قوي قوي قوي، بيتعملوا على فكره مش شرط نشتريهم. انا شفت لوكال براند مصوره ازاي تعمليها. بتجيبي اللي هو البتاع ده من المكتبه اللي هو السلوفان. اوكي في منه جولد في منه سيلفر، ممكن تجيبيهم وتحطي جلو. بس هو الخوف بس ناس بتخاف. عملت بقى الفيديو ده ولا لسه؟ لا لسه. طب انا هستناه. تحطي جلو تكوي. معانا ايه تاني؟ ايه الحاجه في سباركلينج كده ده ايه؟ ده برضو طالع ترندي قوي قوي قوي. هو موجود بس ساعات الترند زي ما انا بقول دايما انه الترند هو الحاجه بتكون موجوده بس احنا بس بنفوكس عليها مش اكتر. يعني ده اصلا موجود، هتلاقي عندك في دولابك حاجه منه من كام سنه، يعني انا عندي حاجه منه من كام سنه فطالع بقى موضه جدا السنه دي عند مامي. ايوه زي ما بقول لك الحاجات فعلا القديمه كلها وتلاقي عندهم بليزرز ودريسز وحاجات كده طالع بقى. انت مثلا تلبسي سكيت زي دي على كده فحاجه عاديه، يعني لو خارجه مثلا رايحه ريستورانت بالليل، لو خارجه مكان يعني مش مرتبط بالسواري. هو بقى ده اللي طالع ترند انه مش شرط يبقى سواري بس عايز حد جريء طبعا. يعني ممكن يتلبسوا كده مع بعض وممكن مع سنيكرز على فكره. ما انا شفت كنت اقول لك مع سنيكرز، انا شفت الستايل ده وعجبني بس انا بصراحه ما البسوش. انت ممكن تلبسي هنا. بالظبط عارفه. صح بجد. وخلي بالك بقى عارفه الشميز الابيض طالع موضه قوي قوي، الحاجات اللي طالعه موضه رغم انه بيزك عندنا في الدولاب، يعني هو هتلاقيه عندنا في الدولاب بس طالع منه الساتان اللي هو بيلمع شويه ومن الحاجات الموجوده. وطالع بقى ان انت تلبسيه صيف شتاء، صيف شتاء طبعا. وطالع كمان الشتاء ده انك تلبسيه على بنطلون اسود سيده خالص. شوفي بقى ترند طالع ايه، انك تلبسي شميز ابيض على بنطلون اسود وتربطي عليه الكلوفر او الكلوفر المقلم بقى ده طالع برضو من حاجات اللي هي كانت قديمه قوي وطالعه تاني. طب خلينا نرجع كده نكمل الالوان الموضه الشتاء ده. الالوان بصي اكتر ثلاث الوان موضه الشتاء ده الاحمر والسيلفر، وعاملين منه كوتس بقى، يعني ده ترندي قوي. دي ستيتمنت بيس، يعني دي ستيتمنت بيس مش لازم تكون اساسيه عندي طبعا في الدولاب. لا طبعا حاجه زي دي لان ممكن الشتاء اللي جاي تلاقيها خلاص الترند ماتت. صح عشان كده دايما اقول يعني انا ده لما جبته قلت انا حباه، انا عاجبني قوي مش عشان هو ترند، انا هفضل البسه. يعني لازم تفكري وانت بتشتري الحاجه هو انا عاجبني عشان هو ترند كل الناس لابساه ولا انا عاجبني انا اللي عاجبني. ده مهم اسال نفسي. صح. السؤال ده. ده السيلفر من حاجات الموضه قوي، كان ميت بقاله سنين، كان الجولد غالب على الموضوع. الميتاليكس عامه موضه، يعني حتى البينك والازرق وكل ده لسه برضو مكمل معانا. مكمل معانا. اوكي مكمل معانا. طيب من الحاجات بقى اللي هي الوان موضه بس من اساسيات الدولاب الترنش كوت. ترنش كوت سواء قصير او طويل لسه ده اساسي معانا، مش هتلاقي حد ما عندوش ترنش كوت. صح. وفي نفس الوقت هو لونه هادي كل الناس بتعرف تلبسه وبيناسب كل حاجه، الشغل الجامعه اي حاجه،
وخروج وهو ستيتمنت بيس. والترندي قوي كمان بقى الكروبت، فلقيت ناس بقت بتقص الترنش كود بتاعها. صح بس انا يعني برضو ما قصوش، عارفه ليه؟ لانه هيرجع تاني. اه طبعا السنه الجايه طب هتحوله ازاي؟ هو لا هو اصلا الترنش كوت ما بي يعني موته مش بتنتهي يعني. بالظبط هو لا هو اساسي موجود عندنا في ما عشان كده بقول لك هو الحاجات الترندي من اساسيات الدولاب. البنطلون الاسود، البلوزه البيضاء عليها اي يعني احنا ممكن نعمل اوتفيت مثلا من البلاوز البيضاء دي خلاص مع الترنش كوت ده اللي هو القصير الكروب منه ومع بنطلون اسود، لان الناس ما بتلبس ابيض في الشتاء بس ممكن نلبس ابيض جلد عادي. انت بقى مع ده؟ اه البس ابيض في الشتاء عادي ما دام ده فيني خلاص يعني. اصل ايه المشكله ما دام لايق مع اللوك، ما دام انا لابسه شكله حلو خلاص. انا ضد ان الاسود بيرفع والاسود بيدفي يعني. انا لانه ايه ده يعني حتى في الصيف يعني انتوا بتدرسوا اصلا موضوع الشيبس والبودي شيبس المختلفه وقولي ليه عليها وايه لا. بالظبط موضوع الالوان الاسود لو اخترتي فات غلط يعني فات مش مناسبه لشكل جسمك، يعني مثلا حد مثلا جسم التفاحه اللي هو الجسم بيكون من فوق على شكل كوره شويه او املى شويه وجهها رفيعه مثلا، لبست سكيني بنطلون اسود سكيني هو طبعا هيبين كل الديفوهات. مين قال انه هيرفع؟ مين قال يعني انه هيداري؟ يعني انت بتشوفي الكيف ان انا اختار الفت او الشيب اللي يناسب جسمك. بالظبط تختاري الفت المناسبه لشكل جسمك مع انه برضو تختاري الاغمق من كل لون. يعني في من الاحمر نبيتي اوكي، في من الاخضر اللي هو الاوليف او الدارك جرين اللي هو اللون الغامق، من كل لون في لون غامق فده ممكن ان احنا نلبسه. لكن الاسود لو اخترنا فيت غلط اكيد هتخن مش هترفع يعني. هل بقى السكيني انتهى صح؟ بصي اللويست وسكيني انتهوا تماما بس اللويست بس طالعين ترند. او انا كنت لسه هقول لكم طالعين ترند بس هتلبسيه؟ لا طبعا لا لا يعني ممكن تلبسي اللو ويست اللي هو الستريت لج بس سكيني خلاص. بصي هو انتهى. حاجه فاشنبل قوي يعني هي دلوقتي طالعه فاشنبل قوي بتناسب اجسام معينه. صح انا إيه بشوف الاجسام اللي بيناسبها انا ما بحبوش مستحيل البسه بس هو عايز حد فيتد قوي يعني ممكن مثلا تبقى 40 كيلو ودايما بيلبسوه اللي هم جسمهم على شكل ريكتانجل مستطيل ملهوش شيب اوكي فتلاقيه مش عامل حاجه يعني. بس هي مثلا لو عندها وسط اصلا مش محتاجه ان هي بنطلون هاي ويست. لا السنجل ما عندهاش وسط. لا بس انا قصدي انه الهاي ويست احنا معظمنا بيلبسه عشان يعمل وسط او يمبريز يبين شكل الوسط. اي بس عارفه الريكتانجل لما بتلبس اللو ويست بيبقى شكله مقبول عن لما تكون مثلا اور جلاس او عندها وسط، لانه بيبقى فيه وسط وفي تحت حاجه نازله كده عارفه الموضوع بيبقى شكله وحش قوي بجد. فمش كل حاجه ترند. ايه تاني حاجه من الحاجات على فكره اللي انت مش بتحبيها؟ ما بحبش السكيني ولا بحب اللو ويست ولا لو الاسود موضه قوي. انا مش شخص بلبس اسود قوي. انت مش شخص بيلبس اسود؟ انت الاسود قمر عليكي بس مالكيش دعوه. لا بس هقول لك على حاجه يعني انا بحس انه الاسود ده ماي جو تو يعني. انا مش عارفه هلبس ايه النهارده، انا هلبس اسود يعني. اعتقد كل الناس كل اللي بيتفرجوا علينا كده. عارفه قبل العشرينات الناس ما كانتش بتلبس اسود خالص غير في العزاء وبعدين جت كوكو شانيل رجعته عارفه جابته وقالت لا احنا نلبس اسود كمان في المناسبات، فهي كوكو شانيل اللي عملت فينا كده. بس بصي انا الاسود بالنسبه لي لون بحس انه من الاساسيات وناس كتير جدا بتحبه عشان محدش يزعل مني. ناس كتير بتحبه وساعات بلبسه بس هو نوت ماي فيفرت يعني. لو انت هتقولي لي احمر ولا اسود انا البس احمر. هي شخصيات يعني مثلا لو ريهام هتلبسي احمر مع اسود اكيد اقول لك لا هلبس احمر مع اخضر. حب في الاختلاف وان احنا نقول بس افكار بره الصندوق. بس ايه تاني معانا بقى؟ الابيض في اسود أنا بقى انا شايفه الفيست وعايزه اشوفه من الاول. خلينا نقول ان الجلد من الحاجات اللي موجوده معانا طول حياتنا اوكي، بس هو يعني الناس فوكس عليه قوي السنه دي والقطيفه طالع قوي قوي. كان في ناس كتير بطلت تلبس قطيفه بقى لها سنين كانت شايفاه اولد فاشن. صح طالع ترندي قوي في بدل بقى قطيفه وفساتين. فالقطيفه عندكم طلعوا يعني لابسه لسه لابسه واحد في كده في الحلقه. القطيفه طلعي طالع بقى بليزرز حلو قوي اللون الكحلي ومع القطيفه بيبقى تحفه خطير. كحلي واسود بالنسبه لي ممكن ابوينت اوت بس حاجه في في الفاست ده لوكال براند. ده لوكال براند بس ده لوكال براند يا جماعه انت عارفه البراند اوكي. لا لا بجد خطير. ايوه ده لوكال براند حلوه قوي. احنا عندنا اصلا ايجيبشن براندز خطيره خطيره بس انا احنا شايفه كده دلوقتي يعني فعلا ساعات بتكون غاليه شويه بس عشان خامات بجد بتكون غاليه عليهم وهم بيستخدموا كواليتي رهيب يعني. الفاست ده لوكال براند زي ما انت قلتي وانا جايبه منهم كذا حاجه وعايشه معاكي جايباها بقى لك كتير بصراحه لسه جايبه السنه دي.
لا هو ده ستيتمنت بيس كده كده يعني ده جد. بس توتش على اي حاجه بيزك، البسي اي حاجه بيزك هتحطيه عليه يبقى تحفه، بس انا ما لبستوش على البيزك برضه، بس هو انت لا انا خدت بالي خلاص، انا فهمت شخصيتك عامله ازاي، بس حلو قوي مختلف. هو الابيض في اسود كمان طالع موضه قوي، ان احنا نلبس ابيض في اسود ونعمل بوب، يعني ممكن نحط بيربل، لون الموف الغامق طالع موضه قوي، هو موجود بس بقى فوكس عليه اكتر، الموف السنه دي ان قوي، الاخضر الدرجه مثلا اللي هي السايبر جرين دي طالع موضه. هو خلي بالك كل الالوان بتطلع موضه كل سنه، بس احنا عشان نتجدد بنحط شيد شيد منهم بس، فده من الحاجات اللي طالعه موضه قوي وتبقى لذيذه مع اي حاجه قوي. ده حقيقي. في الوقت اللي احنا فيه ده بقى، ان انت المفروض اصلا تكوني خلاص دخلتي في الشتاء وجو حر، نلبس ايه؟ الترنش كوت مناسب قوي، البليزرز مناسبه قوي، الحاجات الجلد ما بتبقاش تقيله بس بتبقى لطيفه بالليل، بلاش الصبح جلد بصراحة، عشان الجلد الجلد ساونا. ما بيدفيش خالص يعني الجلد يا جماعه بجد ما بيدفيش خالص يعني، الا لو بحبه بس كارثه، انا بحسه بيسقع. صح، انا كمان ايوه بجد. بس ممكن بالليل يعني الجو بالليل بيبقى برد شويه، فممكن نزود مثلا بليزر جلد او حاجه مثلا بكم، ناخد شال معانا واحنا نازلين كده يعني. البوتس على فكره بقى اليومين دول، بوتس بقى، بوتس مع دراسز يعني صيفي بقى مع شتوي، ماكس بقى ماتش الكاوبوي بوتس بقى، في ناس كانت بتلبسها في الصيف فيها. انا عاجبني بصراحه الشكل حلو قوي، بس يعني ما اقدرش شكلا بس هو شكلا شكل الاوتفيت طح حلو جدا، البسوها دلوقتي يعني الوقت ده بقى بتاع كده. البسوا الكاوبوي بوتس مع الحاجات الصيفي الدراسز الخفيفه دي هتبقى خطيره، ده وقتها مع فيست مثلا خفيف او كده، ده الوقت لحد ما يجي الشتاء بقى وكلنا نلبس البطاطين وننزل. ليه بتحبي الشتاء؟ لا مش بحبه، بس زهقت قوي من الصيف خلاص بقى لنا كتير قوي. ما يعني هو بس بيجدد مودنا، نلبس بقى. انا طبعا كل الناس شايفه اصلا لبس الشتاء بتقول لك اشك بكتير من لبس الصيف. بجد دي معلومه هتلاقيها عند كل الناس. ايوه ده حقيقي، الناس كلها بتقول كده، بس هو اللبس كله حلو. انت انا بحب كل الفصول. هو بس الصيف بيبقى حر قوي، فبتبقي وانت لابسه مش طايقه نفسك، عارفه اللي هو اقعد في البيت في التكييف احسن. بالظبط. ريهام، شايفه دلوقتي الفاشن سين في مصر عامل ازاي؟ بومينج بطريقه مش طبيعيه، الناس كلها بقى عندها وعي، غير زمان الناس كلها بقت عايزه تبقى على الموضه وتلبس حلو وفوكس على، حتى على فكره في الشركات دلوقتي المظهر هو النمبر 1. يعني ممكن تبقي كواليفيكيشن بتاعتك حلوه قوي، وانا كنت لسه بتكلم على الموضوع ده، بس مظهرك مش قد كده، لا ياخد حد مظهره حلو قوي والكواليفيكيشن بتاعته نص نص، لان المظهر بيدي كونفيدنس، هيديكي ثقه، فالثقه دي يعني بتخليكي اصلا تبقي دايما بتبرفورم احسن. صح، وفي في كل حاجه، مش مظهر، مش بتكلم على شكل وملامح، لا طبعا دي طبعا كل لوك عامه، الفول لوك، الشعر او الحجاب بتاعك شكله انيق، شكله على الموضه برده، مش عيب ان احنا طول الوقت نبقى بن بن يعني بنواكب وبناخد اللي يليق علينا. مهم. ورايك في اللوكال براندز يعني ازاي طوروا نفسهم؟ احنا اول يمكن ما ابتدوا كناش قوي مع فكره ان احنا نشتري لوكال براندز، بس دلوقتي انا شايفه ان احنا بنسبورت بندعم اللوكال براندز بنسبه بجد 100%. 100% ده حقيقي، دي حاجه حلوه جدا. انا بس وشايفه ان ده دعم كويس ليهم اصلا. احنا مشكلتنا بس في مصر الاقمشه مش كلها متاحه، فهم يسعوا بس ان هم يجيبوا اقمشه مختلفه. مشكله اللوكال براندز في مصر ان هم بيجيبوا اقمشه شبه بعض ويروحوا يعملوا ديزاين شبه بعض. مين اللي بيختلف؟ حد يعمل حاجه زي كده؟ انه بيخافوا يحط بصمته، هم بيخافوا انه ما يبيعوش، ففكره الخوف ده اكيد. انا بقول لك من قلب المطبخ. صح، انا معاكي جدا على فكره في النقطه دي. دايما فكرهم هو انا لو عملت ده الناس هتبيع هتشتريه ولا لا، بس انت لو عملتي نفسك شخصيه وبراندنج خلاص الناس هيبقى ليكي الكاستمر بتاعك اللي بيجي لك عشان يجيب ستيتمنت بيس. صح، اللي بيجي لك عشان يجيب حاجه أنا مثلا ده جدا بيزك، اللي بيجي لك عشان يجيب مثلا بنطلونات حلوه، اللي بيجي لك عشان يجيب جواكت حلوه، ايه ده انت بتبيعي دراسز بس حلوه، هاجي لك عشان اجيب دراسز حلوه. تخصص مهم، واني اخد الريسك ده مهم قوي، ولا حاجه يعني تميزني عن غيري لازم، فده مهم جدا. الكوبي بيست ده صعب قوي قوي، لانه ده بصراحه بنشوفه ده للاسف كتير يعني. بيخافوا. صح، بيخافوا يعني. الساتس مثلا شبعنا ساتس، كفايه ساتس يا جماعه، لانه خلاص نو مور، هتلاقي عندك في الدولاب 10 ساتس. انا اشتري تاني ليه؟ مش عارفه كل الالوان يعني، بس بجد وكفايه ساتس. وترنش كوت موضه، كلنا نعمل ترنش كوت؟ لا مش لازم كلنا نفولو ترند، ناخد من ترند يعني. انا مثلا
انصح لو انا ترنش كوت ده موضه وانا عايز انا كريهام لو عندي براند هحط عليه مثلا كده سباركلز مثلا حاجات كده من نفس الالوان، حط عليه عارفه الستيكرز اللي هي البادجيت مثلا شفايف حركات مش عارف ايه، هميزه هقلبه بدل ما هو بيزك هخلي الناس تشتريه لانه بقى ستيتمنت بيس. بس اخد من الترند لبس هاي هعمله لكم انا مستنيه هعمله صدقت لي الفكره دلوقتي حالا هستنى الفيديو ده يا جماعه استنوه هي هتعمله لنا. ايوه هعمل لكم الاثنين البنطلون والترنش كوت. ريهام انا انبسطت قوي بجد معاكي النهارده، انا كمان نورتينا. شكرا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو هن. مشاهدينا ولسه مكملين باقي فقراتنا فوهنا، وصلنا لاخر فقره، فقره المطبخ. والحقيقه احنا في دخول فصل الشتاء ساعات بنحب الحاجات الحلوه، مهما ناكل نتغدى نفطر نتعشى بنبقى عايزين كده وجبه صغيره حلوه. النهارده هنعمل بقى حاجه مختلفه، هنعمل حاجه حلوه وكمان تكون صحيه جدا 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 لكل بقى الناس اللي في البيت، سواء اطفال سواء كبار سواء ناس بيتمرنوا، حاجات مهمه جدا جدا. خليكم معانا هنعمل وصفات حلوه، بس في البدايه خلوني ارحب بيه تولين البري استشاري التغذيه. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيك حبيبتي. زي ما انا بدات كده الانترو، في الشتاء كده بنحب نعمل حاجات حلوه تبقى مغذيه، حد رايح تمرين، حد عايز يتدفى، الحاجات الحلوه دي في الشتاء بنبقى محتاجينها جدا. قولي لي هنعمل اكل ايه وليه اخترتي الاكل ده، بعد كده نبدا كلامنا مع بعض. طيب النهارده احنا هنعمل بانكيكس بالدقيق الشوفان، وهنعمل بنانا بوتس. بنانا بوتس دي عباره عن الموزه وبتبقى جواها بينت باتر اللي هي زبده البندق. ايوه. وبتحط عليها دارك شوكليت. ليه عملناهم وفراوله بقى؟ عشان الزينه وكده. ليه بنعملهم النهارده دول بالذات؟ علشان الواحد في الشتاء زي ما انت بتقولي بيحب الحاجات الحلوه وكده، بس ان سيم تايم بيحب يعمل حاجه سريعه وتخلص بسرعه في نفس الوقت تدي له الطاقه اللي هو محتاجها يعني. حلو. نبدا بقى المقادير وبعد كده نكمل ايه كلامنا النهارده في فقره. تمام. البنانا بوتس طبعا هي عباره عن موز، وعندنا البينت باتر الزبده بتاعت البندق، وعندنا الشوكليت اللي احنا هنحطها عليها في الاخر، والجارنش اللي هي هنزوقه بيه في الاخر. ده البنانا بوتس. وعندنا البانكيكس اللي احنا هنعملها، عندنا دي الشوفان، وعندنا البيض، وعندنا الفانيليا العسل، وعندنا البيكنج باودر ولبن خالي الدسم، وبرده الموز والفراوله علشان الزينه. حلو جدا. شفتوا مع بعض دلوقتي، شفنا كلنا مع بعض المقادير اللي احنا حطيناها قدام حضراتكم على الشاشه. كل اللي بيشوف بقى المقادير دي يكتبها، لان الوصفه دي جميله جدا جدا وممكن نستخدمها بقى في اي حاجه. ممكن نعمل بيها كريم شانتيه، ممكن نعمل بيها اي شوكليت بنحبها، نحط عليها اي فاكهه. بس احنا في الشتاء فعلا بنحتاج وجبه من الوجبات دي عشان تمدنا بالطاقه ونتدفى باقي اليوم. طب يلا بينا نبدا. طيب نبدا بقى دلوقتي بالبانكيكس الاول. هي سريعه جدا ما تاخدش وقت خالص، فاحنا هنحتاج بس انا عايزاك تعلميني عشان اعمل مقادير كمان صح. سهله جدا اصلا. احنا دي ده زيت لوز، احنا جبنا زيت لوز طبعا عشان هو الصحيه بالنسبه لنا النهارده يوم صحي، فاحنا بس بنعمل كده حاجه بسيطه جدا في الطاسه بتاعتنا ونولع عليها النار. اهم حاجه مراكي كده وبعد كده نفتح. بس عايزين نعملها على حاجه بسيطه. البان كيك دي كتير بس مش بعرف اظبطها، المقادير سهله جدا ما بعرفش اظبطها. لا لا سهله قوي. احنا طبعا عندنا اسهل حاجه ان انت تحطيها في الخلاط. في عندنا الاوبشن الثاني ان احنا ممكن نعملها مانيوال. بس خليك في الخلاط، يعني كل الناس في البيت عندها خلاط او عندها كبه، ممكن نضرب كل الحاجات دي فيها على طول. استني بقى نفتحها. دي واحده اكيد ليها لف. اكيد. ما انا بحاول اكتشفها. بحاول اكتشف اللفه بتاعتك. يس تمام. طيب هنحط البيضتين الاول. البيضتين الاول اهو. بصي احنا برضو عايزين نقول للناس عشان ايه، انا من الناس اللي المقادير ما بتظبطش معايا قوي. ممكن اعمل بيضتين ونفس المقدار اللي انت قلتيه بتاع اللبن، وبعد ما اخلص بقول انا عايز اعمل اكتر. بنعمل حفله بقى في المطبخ. لا. بنعمل ايه يعني؟ مش بنعمل وجبه، بنعمل حفله. هي عايزه يعني قولي لي دي بتكفي قد ايه؟ دي بتكفي من 2 لـ3 بانكيكس بالحجم اللي هي بتاعت الطاسه بتاعتنا دي. لا ده قليل جدا. يعني لو انت عايزه تعملي كميه هتزودي بقى الكميه على اساسها. فانت دلوقتي الاول احنا بنضرب طبعا دي الاول، يعني نضرب بنضرب البيض الاول 2 بيضه مع الفانيليا. الفانيليا تمام. وايه تاني؟ بس كده. بعد ما هنضرب الاثنين دول مع بعض شويه هنبدا نزود واحده واحده الدقيق الشوفان بتاعنا.
طيب ومعاه اللي هي ايه؟ سائل؟ سائل، سائل فانيليا مش الباودر اللي الناس كلها عارفين. وطبعا الدي شوفان بنحط عليه البيكنج باودر بتاعتنا. تمام، مقدار واحدة بيكنج باودر واحدة على كوباية، معلقة تعتبر، معلقة صغيرة على كوباية دقيق شوفان، على كوباية دقيق شوفان. طيب يعني على كل كوباية دقيق شوفان او دقيق، ممكن نعمله بدقيق عادي او دقيق شوفان، ممكن دقيق عادي على كل كوباية دقيق بنحط بيضتين عشان ما حدش يتلخبط، وبنحط شوية فانيليا سائل يعني وبنحط البيكنج باودر تقريبا معلقة على البيضتين وعلى كوباية الدقيق واحده واحده بقى، حبه عشان ما تعجنش، حبه عشان ما تعجنش بالظبط، وعشان ما يبقاش فيها كلاكيع. اقفلي قوي، اقفلي. طب نشوف اللي الكهرباء بتاعتها واصله. لا شغال. واحده واحده بقى كده، وتحاولي تضمني ان الحاجه تبقى نازله من جوه، يعني الحاجات اللي هي تبقى اللمس اللي في الجنب دي تبقى نازله. دايما بيعجن بس في اخر، او بيمسك في اخر اي حاجه بينزل تحت خالص. انت ممكن بطريقه اسهل، يعني لو حد حابب ان هو يعملها مانيوال بتتعمل بالمضرب. احنا ممكن نعملها مانيوال الاول، وبعد كده بعد ما نحس ان هي خلاص كلها بقت متجانسه مع بعض احطهم كلهم ضربه اخيره في الخلاط مع بعض. بالظبط كده، لان هي المشكله ان هي في الطاسه لما بتتعمل وبيبقى فيها زي كلاكيع صغيره بتبقى مشكله شويه في العجينه. ما بتفضليش بقى اضافه سكر اي حاجه فيها خالص؟ مش هنحتاج. انت الحاجه الوحيده اللي بتحطيها فيها مسكره بتبقى هي العسل اللي بيتحط عليها. طب حلو جدا. ودلوقتي بقى علشان ما تكلكعش اكتر من كده بنزود اللبن واحده واحده. طب احنا اصلا حطينا كوبايه، ما حطيناش اصلا، حطيناش اللبن خالص. حطينا الاول البيض، الفانيليا، البيضتين على كوبايه دقيق. إيه؟ بنحط كام لبن بقى؟ نص كوبايه لكوبايه الا ربع. ماشي، حلو جدا. كل الناس برضه عارفة يعني او بتكتب ورانا يعني كده المقادير نسبه وتناسب، متهيألي سهله. بالظبط، هي نسبه وتناسب. بننزل واحده واحده، وبعد كده ممكن ننزل بقى بشويه الدقيق الاخرانيين. بالظبط كده. تولين قولي لي ايه الفرق بين دقيق الشوفان والدقيق العادي؟ بيفرق في الطعم ولا ده حاجه صحيه ولا الاثنين في الاخر زي بعض؟ دقيق الشوفان الميزه اللي فيه ان هو الحبايه الكامله بتاعت الشوفان، فهي طبعا بالنسبه لي هو الكربوهيدرات النظيفه اللي هي الصحيه. لكن الدقيق الابيض بيبقى الدقيق الابيض اللي هو العادي بتاعنا، بيبقى نسبه الكربوهيدرات فيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى مضر شويه بالصحه، او هو مش بيضر الصحه قوي، بس هو بيتخن طبعا وبيزود حاجه كمان تكون صحيه. بالظبط كده. دقيق الشوفان هو افيد بكتير من الدقيق الابيض. حلو قوي. بصي تورينا، انا عايزاكي تشيلي بس الطاسه دي تشوفي اشتغلت ولا لا، عشان لو ما اشتغلتش. لا هي مش اشتغلت. انا مش عايزاها سخنه قوي، يعني هي بصي دلوقتي تمام. لان هو ما ينفعش ينزل يتش، لو نزل تش هيتحرق. فانا بالنسبه لي انا محتاجه ان هو يبقى دافي، نحط شويه اللبن الاخرانيين دافي بس مش سخن قوي. جميل، دي اخر حبه بقى كده. هنحط عسل دلوقتي ولا اي حاجه؟ لا نحط دلوقتي في الاخر خالص، في التيستنج اللي في الاخر. بتفضلي بقى الحاجات اللي هي الفروتس مثلا او الفاكهه على البانكيكس، ولا ممكن تعملي بقى بجبن وتعملي حاجات تانية؟ ممكن تتعمل صور برضو. يعني هي الصور لما بتتعمل بيها انا بعملها ساعات لبنتي في البيت. بعملها لها بالجبنه البيضه، بحط لها عليها جبنه بيضه وهي سخنه كده، بتبقى طعمها حلو. وهي بتبقى جميله، لان هي بتبقى صحيه جدا وبتبقى طعمها حلو. وساعات ممكن احط لها عليها عسل على الجبنه البيضه كمان، يعني ممكن لبنه ويتحط كده حبه عسل صغير. حلو جدا. او بتبقى لبنه بس. طب حلو قوي. انتوا كلكم طبعا شفتوا المقادير معانا كانت على الشاشه، وقلنا كمان المقادير وهنقولها تاني واحنا بنخلص كده، عشان بعد ما ادوق سهلة. ممكن نعملها عليها فروتس، ونعمل عليها شوكليت، نعمل عليها عسل، اي حاجة. المهم تكون حاجة صحية واولادنا يستفادوا بالاكل ده، لانه مهم جدا ان احنا نعمل لهم اكلات تكون صحية طبعا. وكمان في اللانش بوكس ممكن برضو تساعد امهات كتير انها تبتدي تعمل حاجات وتغير من الساندوتشز اللي ممكن نعملها كل يوم ونزهق منها. احنا حطينا مع بعض تقريبا، حطينا معلقة كبيرة معلقة كبيرة من الغرف وحطيناها على النار. هي بالظبط حطيتي الاول زيت؟ حطيت زيت يس، يعني رشه كده، ورحت عاملاها بالفرشه. تمام. مجرد بس ان هي تدي الكفر كده للطاسه عشان ما تلزقش. مش تمام.
دلوقتي بقى هي انا هستناها ان هي تسخن، وانس ان هي بدات بقى تستوي بتبدا تطلع لك كده زي فقاقيع صغيره كده، بالونات صغيره، بالونات صغيره قوي. اول ما تبدا تطلع تعرفي ان هي بدات تستوي من تحت، تروحي قلبها الناحيه الثانيه. تمام. احنا برضو يعني لازم نركز قوي قوي مع الحاجات اللي هي الكريب والحاجات اللي هي زي البانكيكس والكلام ده، عشان هي فعلا شعره لازم تبقى واقفه قدامها، يعني هتروحي تلفي وتيجي هتلاقيها ممكن تكون اتحرقت. لان انا كمان شايفه العين، هي العين فصلت على فكره. هي شغاله، هي كانت شغاله دلوقتي كويس جدا. شغاله تمام. هي بصي اهي بدات دلوقتي تطلع، شايفه بلالين صغيره. وفي كمان دخان ابتدى يطلع. يس كده هي سخنت، هي بدات، هي خلاص بدات دلوقتي تستوي من تحت بدليل البلالين اللي طالعه. جميل. بس ان هي بلالين بدات تزيد شويه، بنروح هنا بقى ايه قلبنا ناحيه. شايفين احنا جايبين ليكو قدام حضراتكم على الشاشه، شايفين ان فعلا البلالين دي لما بتطلع خلاص هي كده بتقول لك ان هي ايه قربت تستوي من تحت. بس ليه ايه ما تيجي تقلبوها يا تولين؟ بحبها جدا. مين ما بيحبهاش؟ بجد بحبها قوي، بحب الشوكليتس وبحب الحاجات اللي فيها بلح. يعني كمان الواحد لما بقى تحفه، الواحد لما بقى هيلثي اكتر، لما بقى واحد صحي اكتر، بقى بيحب يتجه للحاجات الصحيه اكتر. بتعرفي كمان تختاري حاجات، يعني دلوقتي بقى في وصفات كتيره جدا جدا، مش مقتصر بس على الحاجات اللي فيها سمنه وزيت وممكن تكون مؤذيه للصحه، لا احنا كمان بقينا عندنا اكلات كتير جدا صحيه ومتنوعه، ممكن نغير فيها ونعمل اكلات كتير حلوه. هي كمان في لانش بوكس ممكن بقى نرفع الطاسه عشان نشوف. هي بس انا بحاول ايه ارفعها بالراحه علشان ما تتقطعش مني. دي بقى ده التريك، يعني بصي هي الفكره كلها لو شلناها كده عشان ما تتحرقش، ان انا لما تيجي تقلبوها لازم تتقلب بالراحه قوي علشان ما تتقطعش منكم. برافو عليك. حطيناها كده وحطيناها تاني على النار. في بقى تريك صغيره قوي انا كنت بعملها، بس هي محتاجه حبه وقت شويه. ايه بقى؟ ان انت تجيبي طاسه اكبر شويه. انا كنت لسه اقول لك كده حالا. طب ليه ما نجيبش طاسه صغيره؟ الطاسه الصغيره هتعملك البانكيك اللي هي على قد الطاسه بالظبط، لكن لو انت عايزه تعمليها منفوشه بقى الحاجات اللي بتبقى مدوره كده ونعمل على قد يا اما دي يا اما تجيبي طاسه كبيره خالص وتجيبي تعمليها بطريقه ثانيه، بتتعمل بطريقه ثانيه بس هي محتاجه وقت شويه. تضربي البياض البيض الاول لوحده، وبعدين تضربي الصفار، والبياض البيض من كتر ما بتضربيه لوحده كتير بس لازم يمضرب كهرباء بيبيض بيقلب زي فوم كده، زودي عليه الصفار بيعمل البانكيكس سميكة، يعني طيب. سميكه وفيري فومي كده، تحسيها طريه وهشه. بصي احنا بنبدا الاول نعلم. انا بقول لك ذاتس هروح انا اعملها النهارده ونعلم كل الناس اللي بتشوفنا، ومش عايزين نحرم حد من حاجه. وانت عملتيها حلوه جدا، دي جميله اهي. حاجات اللي زي دي تاني ممكن نعملها، حاجات حلوه وتنفع للناس اللي عاملين دايت، او مثلا مش هنقول طبعا هنسف منها بس ما بقاش محرومه، يعني ناكل في الاخر، يعني اسمنا احنا بناكل حاجات حلوه بس بكميات طبعا معقوله، بكميات قليله طبعا. ممكن عندك البانكيكس ممكن تتعمل، ممكن البانانا بوتس اللي احنا هنعملها دلوقتي. طب يلا نبدا عشان احنا معانا ايه. عندك ممكن كمان اوبشن لسه وقت ان احنا نعملها، حاجه اسمها باور بولز. الباور بولز دي بتبقى بينت باتر وشوفان، شوفان صحيح على بعضه، سهل احنا بنتحط عليه بيتحط عليه عسل كمان، فبيبقى هما الاثنين على بعض وبتتعمل كور وبتتحط في الثلاجه. طب يلا عايزين نشوف بقى ايه طبيعي. ايه استني بقى، ممكن نجيب طبق تاني عشان البانانا بوتس. بحس ان الحاجات دي مهمه قوي للاطفال، بيصعبوا عليا قوي اللي بيروحوا الاطفال المدرسه يقول لك انا بتكسف طلع سندوتشات، السندوتشات بتتعجن في المدرسه ما بحبش اكلها وبتكسف. والولاد دلوقتي كلهم بيقولوا المعلومه دي او الموضوع بس دي. ليه؟ يعني هم قلقانين من صحابهم، خايفين من يعني مكسوفين. خدي بالك الجيل ده بيبقى عايز حاجات زي اللي بياكلوها في البيت، زي اللي بياكلوها بره على طول، ما بقاش زي زمان بقى الخروجه مقتصر علينا كل شهر فما بنشوفش حاجه. دلوقتي كل يوم بيبقى في خروج، والولاد بقى عايزين مثلا تجيب لهم وجبه من بره في المدرسه، فبقوا مضربين الحقيقه عن الاكل في المدرسه وفي مظبوط بشكل مش طبيعي. كله يعني عايز الحاجات السريعه اللي هي الحاجات السريعه اللي شكلها حلو وتكون مش صحيه، بس الحاجات دي متهيألي تفتح النفس. الحاجات دي طبعا تفتح نفسه وهيبقى مختلفه عن الحاجات اللي اعتدنا ان احنا نعملها لهم كل يوم. في الصيف على فكره بنعمل كمان جالي صحي للولاد وايس كريم، وفي حاجات كتيره جدا صحيه ممكن تتعمل للولاد في الصيف وفي المدرسه، في حاجات كتير قوي. بس هي بقول لك هي الفكره الاعتقاد بتاع الناس بتاع ان الاكل الصحي ممل ووحش
ومشوي بس ومسلوق بس. كل الكلام ده الحمد لله نوعا ما دلوقتي الفكر العام اتغير عن الموضوع ده. التنوع والتطور بشكل كبير والصفحات اللي زادت على كل مثلا الفود بلوجرز اللي موجودين بيقدموا حاجات مختلفه وجديده وبتفتح النفس، وما بقاش شكل الاكل زي زمان هناكل حاجات مسلوقه بس ومش عارفه مش عليها ملح ايه. لا، بقينا نستبدل توابل بسيطه، مرقات خضار بشكل حلو ممكن نخففها وتدي كمان طعم حلو، حتى لو على الاكلات اللي هي ممكن تنفع الدايت او الاكلات اللي ممكن تكون صحيه. بس بقى عشان هتعمل، هي هتعمل جريمه دلوقتي مع الموز، ورينا بقى هتعمل ايه. هي بس ايه، البينت باتر طبعا بيبقى صعب فرده شويه، بس هي الفكره كلها بقى ان انت بتفردي البينت باتر او بتحطيها على الموزه وتقفلي الموزه الثانيه عليها. وبعدين بقى بتحطي الجارنش بعديها. دي بقى وجبه متكامله، دي متكاملة. يعني بصي فيها بوتاسيوم، بوتاسيوم عالي جدا الموز، الموز فيه بوتاسيوم طبعاً كويس قوي، وعندك البينت باتر هاي بروتين وفي نفس الوقت فيه فاتس كويسه، فده انت بتدي العناصر المطلوبه للاطفال ولينا. بالظبط، وسهله جدا وبتخلص بسرعه، ما بتاخدش دقيقتين. بس هي بسيطه، ممكن حتى اولادكم سهله قوي يشاركوا في عميل الاكل ده، وشكلها جميل، وفي نفس الوقت عملنا اطباق ملونه شكلها حلو. ممكن نحط حاجات تانية، ممكن نحط كيوي ونحط فراوله ونحط توت ونحط حاجات كتير حسب طبعا الفاكهه الموجوده في السوق. احنا فتحنا الموزه وحطينا البينا باتر قدامنا اهو، يعني شكلها كمان حلو. ممكن بقى نعمل فيه حاجات كتير قوي بنجيبها من السوبر ماركت، السبرينجلز الصغير اللي هو فيه الوان كتير، وممكن ممكن كمان على فكره الديتس اللي هي البلح، ممكن بلح يتفتح بالنص ويتحط فيه برضو بينت باتر. حلوه قوي دي برضو، دي برضو وجبه متكامله فيها كل حاجه. احنا بقى نعمل بالحاجات دي كلها، بس ايه عايزين نعملهم كده شويه وبعدين بقى نروح ايه، نروح مزينينها. يلا ورينا بقى هنزين ازاي عشان نختم الفقره. نحط من ده، ممكن نحط الاول في بقى مكان الصوص ده متوفر في كل الاماكن وفي الاسواق، ممكن نعمله بالشوكليت، ممكن نعمله بالكراميل، ممكن في ممكن استروبري، ممكن اصلا بيتعمل بفواكه كمان كتير جدا. كل الناس اللي بتحب حاجات معينه هتلاقي الصوص ده موجود، سواء بالشوكليت زي ما انا قلت او الكراميل او بالفراوله، بكل طبعا الاطعمه. بصوا عملنا طبق شكله حلو جدا، ممكن نحط عليه شوكليت. انا عايزه بقى احط فراوله عشان برضو احنا كده كنت كده كاننا خرجنا رحنا مطعم كده. والله يعني فعلا اول مره اشوف الاكلات دي وشكلها كمان حلو جدا. كنا نقطع بقى الفراوله كده كمان قطع ونحطها على الطبق ده بقى. نحط الطبقين هناك عشان انا بعد ما اخلص الفكره نقطع الفراوله. نقطع الفراوله، هقطعها نصين تفتكري ولا نص؟ لا لا نصين هيبقى حلو قوي. خلي بالك برضو العين بتاكل قبل. انا كنت لسه هقول لك كده، انت اغرتيني. يس. عملتي لي حاله من الاغراء، وانا دلوقتي هروح هناك كمان نزين ليها برضو. الموز برضو شكله بيبقى حلو في الطبق، بس ممكن نحطه من غير ما نقطع. يبقى هي ده الموز الطبيعي وده الموز اللي جدا فيه. فتحتي نفسي بعد ما اكلت ده اروح اكل ده كمان دلوقتي. بجد انت نورتينا، وكانت فقره جميله جدا 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 ومميزه، وجت في وقتها زي ما بيقولوا. احنا فعلا محتاجين اطباق مختلفه وتدينا سعرات حراريه اعلى وتدفينا كده في الشتاء. احنا شفنا مع بعض عملنا طبقين شكلهم حلو جدا، هنشوفهم دلوقتي على الشاشه. تولين بشكرك جدا على وجودك معايا. ميرسي جدا هاتي. ميرسي. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت، يا رب حلقتنا تكون عجبت حضراتكم النهارده. استنونا في حلقات متميزه دايما من هو وهنا. اشوفكم على خير، الى اللقاء.